خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، حلقه الاربع 7 ابريل 2021. بنرحب بكل الساده المشاهدين على القناه الاولى المصريه والقناه الفضائيه المصريه. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير وسعاده على كل المشاهدين. وزي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم بيكون معانا كل حلقه سؤال مختلف. سؤال حلقتنا النهارده هو ازاي نخلي اولادنا تتعرف اكتر على الحضاره المصريه القديمه وتهتم بتاريخها. وزي ما شفنا يمكن يا حسام يوم السبت كان في حدث مهيب، طبعا موكب المومياوات، يعني كان حدث ضخم جدا يعني جدا فخر لينا كلنا قدام العالم كله. فحسينا كلنا ان احنا محتاجين نتعرف اكتر على الحضاره دي، وحسينا كمان بعد ما سمعنا الفنانه اميره ستيم وهي بتغني الترانيم والتمائم القديمه، اعتقد ان احنا يعني حسينا ان احنا محتاجين نعرف اكتر عن حضارتنا ونتعرف كمان على اللغه تحديدا. ايوه بالظبط، هي دي النقطه بقى المهمه. انا يعني هسيب حضراتكم تجاوبوا على السؤال، ازاي تخلوا الاولاد يحبوا يعرفوا اكتر عن تاريخ بلدهم، عن الحضاره المصريه القديمه، عشان الناس بس اللي راحت تتكلم في جهه اخرى ووجهه مختلفه تماما عن المعقول، وابتدوا يتكلموا عن هويه مصر وان مصر هويتها اسلاميه لانها دوله اسلاميه عربيه. مصر دولة إسلامية عربية مصرية قديمة قبطية. الهوية المصرية ما هيش مكونة من عنصر واحد فقط، ما كناش بقينا مصر، ما كانتش هينفع تبقى مصر مصر بدون ما تحسب إن إحنا عدينا على المصريين القدماء الفراعنة، عدى علينا البطالمة، عدى علينا قبل البطالمة الإغريق، البطالمة الرومان، عدى علينا الإسلاميين، عدى علينا القبطيين، عدى علينا زمن الزمن. كل الأزمان والحضارات اللي موجودة في الشرق الأوسط كان ليها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولة المصرية. فهي الحضارة المصرية القديمة من فجر التاريخ لحد النهاردة، احنا ما بنتكلمش حضارة مصرية قديمة من بس عصر الأسرات المصرية مينا موحد القطرين دولة الشمال، مملكة الشمال ومملكة الجنوب، لأن في عصر ما قبل الأسرات مينا عمل مصر الموحدة، لكن قبلها كان في مملكة الشمال ومملكة الجنوب وليهم حضارة، وكانوا بيزرعوا وكانوا بيكتبوا. ما هو يعني مينا ما اخترعش الكتابة وقت ما ضم مملكتين على بعض واتعملت اللوحة العظيمة بتاعت نارمر أو نارمر، لا، في عصر ما قبل الأسرات. فإحنا مصريين من أيام الفراعنة، من المصريين القدماء لحد النهاردة. فما ينفعش تفصل وتقول لي مصر دولة إسلامية أو حضارتها إسلامية. مصر دينها إسلامي، لكن حضارتها ممتدة على مدار التاريخ من بداية الفراعنة لحد يومنا هذا. إحنا بنبني حضارة النهاردة، توافق على الكلام أو تختلف، لكن هو ده اللي موجود في كتب التاريخ. مصر مش دولة إسلامية ولا دولة قبطية ولا دولة فرعونية ولا دولة رومانية، ولا إحنا دولة مصرية فيها كل العناصر دي مجتمعة تدين بالدين الإسلامي وبالدين المسيحي. هي دي الهوية المصرية اللي إحنا تربينا عليها، لكن أي كلام مختلف عن ده كلام مش مظبوط ومش في محله. يمكن سمة كمان المصرية الغريبة، سمة مصرية خالصة، ويمكن العالم كله برضو مستغربة ان احنا زي ما انت قلت يا حسام عدى علينا حضارات كتير جدا وعدى علينا حاجات كتير جدا، ولكن مصر دايما كانت بتمتص هذه الخصائص، خصائص اي حد بيعدي علينا، وكانت بتتأثر بيها طبعا ولكن بتمصرها. فتبقى الهوية المصرية مختلفة وتبقى ليها سمة خاصة. على أي حال ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، أكيد منتظرين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة والصحة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير. وقبل ما نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة خلينا نروح نصبح على دينا اللي منورانا في الاستوديو.
دينا صباح الخير عليكي، وقولي لنا بقى يعني شايفه ان احنا ممكن نعمل ايه عشان نعرف اطفالنا على الحضاره المصريه القديمه العظيمه؟ طبعا صباح الخير يا حسام، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. بصوا، هو انا يعني كنت زمان ممكن اقول لكم الافلام الكرتون او الحاجات المسلسلات والحاجات دي، لكن مع التطور السريع في السوشيال ميديا كمان واولادنا بقوا بيتابعوا السوشيال ميديا واليوتيوبرز والبلوجرز اكتر مننا، فانا شايفه انا المفروض استغل الناس المشهوره في الحاجات دي ان هي تنزل تعمل فيديوهات تصور، تبقى هي اللي بتتكلم، كمان هي بتعرف تخاطب الاطفال في السن ده او كمان شباب مراهقين، يعني هو من سن 11 لسن 17 سنه هم ليهم لغه معينه هم فاهمينها مع بعض. يعني نستخدم السوشيال ميديا عشان الاولاد بقوا اكتر على السوشيال ميديا بالزبط. يعني فكره الانفلونسرز اللي بيروحوا يزوروا الاماكن السياحيه ويحطوا ستوريز كده ويتكلموا كمان بصيغه، يعني كنا زمان ممكن نقول الرحلات المدرسيه مش عارفه الحاجات دي كلها ما عادتش ليها الفايده زي ما كنا واحنا صغيرين، يعني كانت بتاثر فينا الحاجات دي او دلوقتي ما بتاثرش. هي فكره رحلة طبعا للقريه الفرعونيه مثلا بس فعلا زي ما قلت يا دينا ممكن يبقى حتى يروحوا زي حملات كده ترويجيه يبقوا عندهم معلومات عن الاماكن اللي رايحينها ويوصلوها للناس. بصي كمان هو لو في المدارس محتاجين زي ما قالوا ان احنا مثلا هنبدا ندرس اللغه الهيروغليفيه من رابعه ابتدائي في بعض في المدارس، انا شايفه المدارس كمان تعمل الموضوع ده كبروجكت، يعني ما يبقاش حاجه الزامي دايما، طول ما هو اللي بيدور بيعمل سيرش وبيبحث بنفسه هتبقى مختلفه لو حاجه هياخدها يحفظها. طب انا هسالك سؤال مهم في النقطه دي، قول الطالب هيدور بنفسه لو الموضوع ما فيهوش نجاح وسقوط وداخل في المجموع؟ يعني لو قلت له احنا عايزينك تتعرف على اللغه المصريه القديمه هيبص عليه ولا هيقول لا يا عم دي مش داخله في المجموع؟ هقول لك على حاجه، قبل كده يعني قبل حفل المومياوات كان هياخدوا ولود ويعني هيخلي ماما تساعده ومحد يساعده والكلام ده كله، لكن هم بعد الحفله دي بالذات كان كلنا اتغيرنا. ده كلام عظيم، اطفالنا كمان كلام من ام اما بالظبط انا بقول لك اللي انا حسيته شايفاه الفتره دي. خلونا نبدا مع حضراتكم جوله سريعه لاحوال الطقس النهارده. الطقس هيكون حار وفي اتربه وغبار على القاهره والوجه البحري، كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشماليه. درجه حراره في القاهره النهارده 35، واعلى درجه حراره النهارده في اسوان 38، واقل درجه حراره في سان كاترين 28. اكيد هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشره الجويه لكن بعد قليل. دلوقتي خلونا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من منطقة عبد المنعم رياض، وهنمشي معاكم في اتجاه الكوبري لمنطقتي الإسعاف ورمسيس، ده اللي بيشهد طبعا سيولة مرية، واللي مكمل أعلى كوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة، المنطقة دي بتشهد سيولة مرية. هنكمل جولتنا وهنروح اسكندرية وكورنيش البحر المتوسط، زي ما احنا شايفين المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي فيها يعني قليل من الزحمة، وبعد كده منطقة الكورنيش فيها بشكل عام فيها سيولة مرية، وعند مكتبة الاسكندرية اللي بتشهد سيولة مرية وهتفضل السيولة لحد قلعة قايتباي. هنروح لمحافظة بورسعيد وهنبدأ فيها من شارع سعد زغلول، وبيشهد دلوقتي سيولة مرورية نسبية، وخلينا نمشي فيه وهنعدي واحنا ماشيين على نادي القوات المسلحة وكمان كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد لحد ما نوصل لتقاطع شارع بورسعيد مع شارع محمد السيد سرحان، في سيولة مرية حتى لما نوصل لقصر ثقافة ببورسعيد. هنكمل جولتنا مرية وهنروح مدينة أسوان وهنتابع الحالة المرية هناك. هنبدأ من ميدان السادات وتحديدا من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، ومنها لشارع كورنيش النيل واللي بيشهد سيولة مرورية وانت ماشي على طول الشارع، هنلاحظ طبعا كثافة مرورية عند منطقة الفنادق، وبعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية. بكده حاولنا نطمنكم على الحالة المرورية عامة في معظم محافظات مصر، وهنرجع مرة تانية لجمانة وحسام عشان نكمل فقرات صباح الخير مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا، واكيد هنرجع لك مرة تانية رمضان الحلقة ان شاء الله. طيب النهارده زي ما تعودنا معانا مجموعه من الاخبار والموضوعات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدا بالاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح واللي طبعا اهمها تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمليه حصاد المنتجات الزراعيه المختلفه في مشروع مستقبل مصر، كمان مشاركه سيادته في حوار القاده حول التداعيات الطارئه لجائحه كورونا وتغير المناخ في افريقيا، ده غير الاخبار الخاصه باجتماعات مجلس الوزراء امبارح واللي تم فيها التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازيه وتوفير السلع الاساسيه باسعار مخفضه للمواطنين ومناسبة حلول شهر رمضان المعظم كل سنة وحضراتكم طيبين. أيضا استعراض تقرير الأداء المالي للموازنة الحالية واللي بتشير إلى تحقيق فائض حوالي 25 مليار و300 مليون جنيه رغم المتطلبات الكتيرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأخبار تانية كتير لكن البداية مع حسام.
طيب زي ما تعودنا بتبتدي من اخبار الرئاسه، وتحديدا امبارح لاول مره الانسان المصري في الفتره الاخيره مثلا اخر 20 سنه يشوف بعينيه بجد اللي كنا بنتعلمه في رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي في ماده لطيفه كده اسمها الدراسات الاجتماعيه. كانوا بيقولوا لنا دايما على المصريين ان يخرجوا من الوادي الضيق الى الصحراء الشاسعه الموجوده في غرب مصر وشرق مصر لاستصلاح الاراضي وزياده المنتج الزراعي، يعني ايه الموتيفه اللي احنا حافظينها كده زي كده التعبير في العربي بتاع هذا الموضوع يشكل حجر الاساس. لأول مرة بتشوف محصول حقيقي خارج أرض مزروعة، الدواير اللي احنا كنا بنشوفها في الأفلام الأمريكاني لما يبقى في طيارة مسافرة كده ويصور لك من تحت الأرض المزروعة، الدواير الخضراء اللي في وسط الصحراء المتناسقة اللي جنب بعضها شفناها موجودة امبارح. شفنا امبارح حصاد البنجر والبطاطس على عينينا، شفناه بعينينا كان موجود. خرجنا من الوادي الضيق، مستقبل مصر الدلتا الجديدة، بقالنا 10 سنين من بعد 2011 بنقول الصحراء الغربيه وفي مياه جوفيه وارض صالحه للاستزراع وارض صالحه للاستصلاح. ابتدى يتحقق المشروع زي ما سياده الرئيس قال امبارح، احنا ما بنعلنش عن مشروع ان احنا هنعمل، احنا بنعمل عن مشروع بنقول احنا عملنا لما المشروع يكون ابتدى يجيب نتيجه. وما بنحطش خطط خمسيه ولا عشريه، احنا بنحط حاجه خطه بتتعمل في سنتين، المشروع ابتدى يتنفذ. المرحلة الأولى منه خلصت، في مرحلة تانية هتخلص في نوفمبر من هذا العام عشان نلحق موسم زراعة القمح. بنتكلم في حوالي 200 ل 300 ألف فدان في الصحراء بيتزرعوا. من المفترض إن احنا نوصل ل 2 مليون فدان هيتزرع في الدلتا الجديدة غرب مصر من المنطقة اللي على محور الضبعة وصولا الى العالمين. كل هذه المنطقه هيتم الاستثمار فيها زراعيا، فيها صناعه، فيها هتستخدم منها الدخيله، هتستخدم منها اسكندريه، هتستخدم مطار سفنكس، هتستخدم المحاور المروريه الجديده والطرق اللي تم العمل عليها. كل ده موجود في هذه المنطقه. كمان زي ما الرئيس قال امبارح مفيش شغل هيكون موجود في المكان والناس تخلص اشغالها وترجع تاني تروح تقعد في الحته اللي هي عايشه فيها في الدلتا في البحيره المحافظه الاقرب، لا هيكون في أماكن الناس هتعيش فيها في هذا المشروع. أنا مش عايز أتكلم كتير عن المشروع، عايز حضراتكم تشوفوا هذا الفيديو ملخص لهذا المشروع في تفاصيل كتيرة جدا جدا هامة خاصة بمشروع مستقبل مصر، المستقبل الحقيقي في الزراعة والاقتصاد. على الجانب الآخر زي ما بننمي البشر لازم تنمي يعني الموارد المصرية. سيب حضراتكم مع هذا الفيديو عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشروع مستقبل مصر. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث اطلع سيادته على تطورات الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع. سيادتك ده الموقف العام يا فندم سيادتك لمشروع مستقبل مصر، المساحة تقريبا الإجمالية للمشروع حوالي 756 ألف فدان، ده سيادتك حضرتك الاتجاه الشرقي بتاعه، وده سيادتك الاتجاه الشمالي، وده الاتجاه الجنوبي. الموقف التنفيذي حتى الآن سيادتك عندنا الأبار المفروض مستهدف 1200 بير، أجهزة الري المحوري عندنا 1200 جهاز ري، الغرف السكنية 1272، قواعد السنتر الخاصة بالبيفوت 72، الطرق بالمتر تم تنفيذ حتى الآن 294637 سيادتك. المخطط التنفيذي ده اللي فندم احنا كنا بدأنا عليه سيادتك المشروع بالمعدلات بتاعته، واحنا سيادتك على اعتبار ان احنا هنخلص في فبراير، ولكن سيادتك أصدرت تعليمات ان احنا نخلص السنة دي، وان شاء الله هنعدل سيادتك المخطط التنفيذي هنخلص سيادتك المساحه ال 150 الف فدان قبل شهر 12. يعني تلحق الموسم القمح الجاي؟ هنلحق سيادتك موسم القمح.
طيب. ده سيادتك المخطط التنفيذي هيتم تعديله، احنا كنا سيادتك مستمرين لغايه 10/2/20، سيادتك 22 هنرجعه ان شاء الله، سيادتك هنبقى بانتهاء 1/12 ان شاء الله سيادتك نكون مخلصين، والقمح ممتد معانا واحنا جربنا ده سيادتك هنا، احنا زرعنا هنا سيادتك في مستقبل مصر في موسم 2019 قمح في شهر يناير، وكانت انتاجيته الحمد لله سيادتك كويسه وحققت 18 ارداب للقمح، فان شاء الله سيادتك قبل 15/12 هيكون اخر ايه هو الميعاد المناسب امتى؟ من 15/11 سيادتك ل 15/12. طيب انت حاول انك انت في تمام سيادتك في نوفمبر تكونوا شغالين. اوامر سيادتك. انا عايز اقول لك على حاجه غنام، انت لو عندك انت ما عندكش مشكله في الـ في الـ في التمويل فانت نفذ ان شاء الله خلاص بعد 3 اشهر، ما تخافوش ابدا، اللي بيعمل خير لازم ربنا يساعده. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس التقى بعدد من المهندسين والعاملين المشرفين على عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع مستقبل مصر. احنا جايين هنا عشان لو في مشكلة نساعدكم، صحيح، لان احنا همنا ان انتوا تنجحوا اعلى درجات النجاح، احسن انتاجية واقل كمية مية وقال تكلفه لو امكن، فلو في مشكله يعني اتكلمنا على انتوا محتاجين شويه طرق ومحاور والكهرباء والكلام ده، احنا ده موضوع محل نقاش دلوقتي. احنا طبعا المشروع هنا يا فندم مش مخلي حاجه خالص، نفسنا كل المشاريع الزراعيه تكون على نفس النمط ده. اه والله فاحنا هنا يعني يعني زراعه 5 ستارز يعني. طيب زودوا ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله في الدلتا الجديده اللي حضرتك اقرتها نزود ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله الانتاجيه هنا يا فندم ضعف الانتاجيه في الارض القديمه، متوسط انتاجيه الفدان هنا 36 طن بنجر، ونسبه السكر فيه 19%، وجوده العصير 87%. في الاراضي القديمه 16 طن ونسبه السكر 17% والجوده 83%. يعني هنا الضعف بالظبط، يعني الفدان هنا انتاجيته من السكر يعادل انتاجيه 2 فدان في الاراضي القديمه. المهم البنجر كله يعني مش ما هو طبعا باقي المحاصيل هنا جيده جدا. طيب ربنا يوفقك ان شاء الله، واحنا معاكم قولوا لنا انتوا عايزين واحنا نعمل. طيب عايزين 500,000 فدان، مليون فدان، نعمل لكم كل انتوا عايزين. صحيح كتر خير. الحاجة الثانية لو احنا حسبنا استهلاك المية نلاقي هنا انه يعني طن السكر بياخد نص كمية المية اللي بياخدها في الاراضي القديمة، وبعدين دي مية ابار احنا بنستفيد منها برضه. طبعا. ويقع مشروع مستقبل مصر في نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة على امتداد محور رود الفرج الضبع الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة. ويوفر مشروع مستقبل مصر أكثر من 200,000 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة. كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500,000 فدان، حيث تم استصلاح حوالي 200,000 فدان في المرحلة الأولى من المشروع، وجاري استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300,000 فدان. وسيعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي. مشروع سواء من الصوب أو سيادتك من الأرض المكشوفة، خيار وطماطم شيري، وده سيادتك اللي هو الفلفل اللي هو الفريز والهندينو، وبصل سيادتك والكنتالوب، وبطاطس دي سيادتك البطاطس الصغيرة والشتوي اللي هي بيتم حصادها زي ما سيادتك شايف كده. هو مفيش مكان لها؟ في مكان يا فندم، الأفضل هو حصدت خلاص في الأرض، وده مكانها اللي واقف هناك، وكنت بشرح دلوقتي سيادتك فيها نوعين من المكن، في ديجارات زي ما سيادتك شايف اللي هي بتطلع البطاطس من الأرض، وهي دلوقتي في وضع إن هم بياخدوها وبعدين بيحطوها في الجنبات، وبتدخل الشبك تحملها على جرارات السطح
ان الجامبو ده سيادتك بياخد حوالي من طن لطن ونص. المكن بتاعها واقف سيادتك، ده في مكن برضو ذاتي هو شبيه بالمكن بتاع الهارفستر بتاع البطاطس، شبيه بالمكن سيادتك بتاع البنكر. ومنها الديجارات اللي هي العاديه اللي هي بتحصد من الارض ويبتدي العماله تدخل هنا. سيادتك بيبقى فيه زياده طبعا من الايد العامله من ده، ولكن سيادتك برضو يعني اقتصادياتها كويسه. كما التقى السيد الرئيس بعدد من الاعلاميين في موقع مشروع مستقبل مصر. بنتكلم على مساحه اراضي ضخمه جدا ومساحه ارض كبيره، وبنتكلم على عمران ننقبه يعني بدل ما نبقى احنا موجودين في حتت في الريف ونبتدي نلاقي ان احنا محتاجين سكن لهم فالناس تبني على اراضي زراعيه. لا احنا عاملين حسابنا نيجي هنا حاجه ثانيه. عايز اعرف من حضرتك النهارده هتكلم، انا شفنا مشروعات كتير اتحققت ببنيه تحتيه رائعه جدا، الدلتا الجديده واهميتها في جذب اولادنا في الخارج من خلال الاستثمار بعد النجاح اللي احنا شفناه دلوقتي ده يا فندم، في اليات الدوله ممكن تعملها لجذب المصريين اللي في الخارج للتوجه لهذا المشروع القومي الكبير؟ انا عايز اقول احنا بنضيف هنا يعني حتى الان فوق اللي موجود عندنا دلوقتي ما يقرب من مليون فدان مسطح ارض احنا بنستهدفه. لو على اللي موجود احنا بنتكلم سواء كان المستثمرين من البحيره او كده او بقيه المنطقه نتكلم في مليون ونص او 2 مليون فدان. ال 2 مليون فدان دلوقتي ما بقوش يتزرعوا زي ما كنا بنزرع في الدلتا زمان، يعني قراطين وفدان وفدانين وثلاثه. اديكم انتم شايفين الموضوع على الواقع. احنا مش بنقول هنعمل ده، احنا بنقول لا احنا بنعمل ده. اخر السنه دي في نوفمبر هنكون دخلنا 200,000 فدان كمان إن شاء الله. على السنة الجاية في نوفمبر 2022 لو عشنا وكنا إن شاء الله يعني هنبقى برضو بنتكلم في حوالي 500,000 أو أكثر. مرتبط بحاجات إحنا بنعملها كمرافق وشبكة رفع أو محطات رفع أو شبكة ترع ومصارف حاجات كده يعني. لكن المستهدف زي ما بقول إن الرقم ده يبقى حوالي 2 مليون فدان. طيب في فرصة طبعًا، بس هنا تكلفة الفدان. تكلفة الفدان اللي احنا عاملينه ده وانا بقوله دلوقتي فرصه لكم. احنا لما جينا نعمل ده الدلتا القديمه معموله على يعني الميل الطبيعي للارض المصريه، فالميه ما بيش محتاجه ابدا كهرباء ولا اي حاجه ولا اي حاجه. الميه نازله بانحدار طبيعي خالص، ما تكلفش حاجه. تخش على الترع والترع تخش على الترع الفرعيه والناس ترمي. تمام. فتكاليفها ما كانتش تكلفتها مش كتير. هنا عشان نعمل الفدان الارض ده بيكلف كام؟ 200,000 جنيه على الاقل. يعني عشان اخلي فدان جاهز للزراعه هنا اوصل له ميه اوصل له الكهرباء ممكن يوصل له 200,000 جنيه. يعني المليون فدان داخلين في 200 مليار. 200 مليون فدان داخلين في الموضوع ده. ده ايه؟ عشان حضرتك تيجي تجد تقول لي ايه؟ طب انا هاخد بقى ال 100 فدان دول ازرعهم. عشان اخليهم لك كده انا محتاج ادفع من 400 ل 500 مليار جنيه خلال السنتين ثلاثه. ارجو ان ده يتحط في الاعتبار. ليه؟ لان احنا بنتكلم هنا واحنا بنتكلم على حدود الدنيا في استخدام الميه. احنا مش عايزين نستهلك الميه اللي عندنا، ان احنا عايزين نعظم ميه لدينا. عندنا شويه ميه قد كده، ازاي بقى نخليهم ندورهم مره واثنين وثلاثه دون ان نخل بالمواصفات بتاعتنا. طب هل في فرصه للناس المصريين في مصر او بره مصر؟ طب طب مستثمرين اجانب عرب او اجانب؟ اهلا وسهلا. الحاجه موجوده واحنا بنقول تاني مش هنعمل مشروع لن نعلن على مشروع لما نكون قطعنا فيه خطوات. وبنتكلم مش بقى ان شاء الله خمسيه ولا عشريه، لا بنتكلم سنوات ان شاء الله. مشيدا سيادته بالجهود المبذولة من قبلهم ومؤكدا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، ومشيرا سيادته إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة والتنمية الزراعية والغذائية وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.
اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير المفصل عن مشروع مستقبل مصر اللي بيعتبر جزء من مشروع الدلتا الجديده، تابعنا تفاصيل هذا المشروع. ولكن المشروع ده مش مقتصر فقط على استصلاح الاراضي، المشروع ده لازم يكون فيه بنيه تحتيه تخدم عليه، وبالفعل تم الانتهاء من مشاريع البنيه التحتيه اللي بتخدم على هذا المشروع، زي انه تم مثلا الانتهاء من تمهيد طريق بطول 500 كيلومتر، كمان بناء محطتين لتوليد الكهرباء بقوه 350 ميجا وات، بناء حفر ابار جوفيه للري زي ما قال سياده الرئيس، وغيره من المشاريع اللي بتخدم على هذا المشروع، مباني سكنيه وصناعيه وغيره. مشروع كبير جدا 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 ويجب الاهتمام به ان كان اعلاميا او حتى من قبل المواطنين المصريين، لانه هيفرق بشكل كبير جدا. لسه مكملين مع سياده الرئيس، وامبارح سياده الرئيس شارك عبر فيديو كونفرنس في حوار القاده حول التداعيات الطارئه لجائحه كورونا وتغير المناخ في افريقيا، وقال السيد الرئيس ان تغير المناخ هو احد التحديات الوجوديه واللي بسببها بتتعرض القاره الافريقيه لخسائر كبيره نتيجه للاحداث المناخيه القاسيه الناجمه عن هذه الظاهره، خاصه ما يتعلق بتفاقم ازمات الشح المائي في بعض دول القاره من ضمنها مصر، وده بيهدد مستقبل الشعوب الافريقيه وبيؤثر على امنها وسلامتها. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة سيد بان كي مون، سيد إيكونومي دي سينا، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، يسعدنا أن أشارككم اليوم هذا الاجتماع المهم، حيث يعد تغير المناخ أحد التحديات الوجودية التي يتعين على قارتنا الإفريقية مواجهتها، وتتكبد باستمرار خسائر هائلة نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بتفاقم أزمات الشح المائي في بعض دولها ومن ضمنها مصر، على نحو بات يهدد مستقبل شعوبنا ويؤثر على أمنها وسلامتها، لا سيما في ظل إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، ودون تقدير للتحدي العالمي المشترك الذي يمثله تغير المناخ وتداعياته. وتؤكد مصر دعمها لنداء سكرتير عام الأمم المتحدة بضرورة توجيه الدول المتقدمة ل50% من تمويل المناخ الذي تقدمه إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، كمؤكد التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ. فداخليا نعكف حاليا على بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ، يمثل التكيف فيها محورا رئيسيا. وإقليميا أطلقت مصر المبادرة الإفريقية للتكيف في عام 2015 وجاري تفعيلها وبحث استضافة مقرها في مصر. أما دوليا فترأس مع المملكة المتحدة تحالفا طموحا للتكيف تعود جذوره إلى قمة سكرتير عام الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019، كما ندعم الجهود الدولية الرامية لتحديث ورفع طموحات المساهمات المحددة وطنيا تحت اتفاق باريس، خاصة من الدول المتقدمة. وفي الختام أود الإشارة إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي نسعى لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، ونتطلع إلى دعم أشقائنا في القارة الإفريقية في هذا الصدد، ونتعهد بالعمل الدؤوب والمخلص لتصب نتائجها في مصلحة القارة وكافة أبنائها.
كما نتطلع إلى العمل المشترك مع الرئاسة البريطانية القادمة لمؤتمر الأطراف وصولا إلى خروج الدورة 26 للمؤتمر بنتائج فعالة تصب في تعزيز جهود التكيف على كافة المستويات. وشكرا لحسن الاستماع. أهلا بكم مرة تانية. موضوع آخر اتكلمنا مع حضراتكم فيه وهو تطبيق الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان وما قبل شهر رمضان، وخصوصا في الاجتماعات العائلية والإفطار والسحور وكمان وقت الخروج لشراء الحاجات من السلع المطلوبة في شهر رمضان، خصوصا أن في تخفيضات كبيرة جدا هتكون موجودة وبدأت تكون موجودة فعلا في بعض من المعارض. وأهلا رمضان حملة كبيرة جدا في مختلف محافظات الجمهورية. بس النقطة المهمة أن الأعداد يا جماعة بتزيد، أعداد كورونا بتزيد، إحنا داخلين على 800 خلاص، يعني الموضوع بيزيد. فنخلي بالنا أرجوكوا عشان ما يعني ما نبقاش بنطعم من ناحية ونعالج من ناحية والناس بتبوظ من ناحية تالتة. لا البلد هتستحمل فلوس ولا احنا صحتنا هتستحمل، يعني نرحم بعض ونخلي بالنا نعدي بس السنة دي والموضوع هيتحل ان شاء الله. يعني امبارح الدكتور مصطفى مدبولي كان في اجتماع لمجلس الوزراء وكان على رأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التطبيق الصارم للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات فورية على المخالفين. ودي نقطة مهمة جدا وأظن أن هيتم تطبيقها بشكل واسع في رمضان، الغرامات الفورية على المخالفين. وكمان وجه بتأمين حاجة المواطنين من جميع السلع بأسعار ملائمة مع دخول شهر رمضان الفضيل إن شاء الله. كمان وجه الشكر للوزراء وكل الجهات اللي ساهمت في إنجاح احتفالية موكب المومياوات الملكية المصرية، والحقيقة كمان احنا بنوجه ليهم الشكر على المجهود الكبير اللي قاموا بيه عشان تخرج الاحتفالية بالشكل اللي يليق بالحضارة المصرية القديمة وبالهوية المصرية ومصر اللي بتمتد من أول التاريخ إلى يومنا هذا. طيب لسه مكملين مع مجلس الوزراء، وفي خبر إيجابي. خلال اجتماع مجلس الوزراء امبارح تم عرض تقرير عن الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2020-2021، اللي جه فيه أن مؤشرات الموازنة في الفترة دي حققت فائض حوالي 25 مليار و300 مليون جنيه، وده بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي. ده طبعا غير توفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، كمان تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة. طيب نقطة مهمة أخرى من المواضيع الهامة والشائكة الصراحة في الفترة الأخيرة بعد حادث القطار الأخير، وكمان الناس اللي بتتساءل أين الصناعة من تطوير الدولة المصرية والجمهورية المصرية الجديدة. تطوير القطاع الخاص بالسكك الحديدية المصرية ما بياخدش يوم وليلة، لأن أنت عندك قطاع كبير جدا بيخدم ملايين المصريين، فتطويره بياخد خطوات. إذا كان جزء من التطوير هو إحلال زي ما بنعمل خطوط المترو وخطوط المونورال وخطوط القطار السريع، ده إحلال وتجديد، تجديد للعربات وتجديد للخدمة بشكل عام. أما الجانب الصناعي فإن أنت تصنع ما ستستخدمه في التجديد، وده اللي حصل في الاجتماع اللي هحكي لحضراتكم عنه دلوقتي، اللي هو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللي كان في توقيع اتفاقية ما بين وزارة النقل المصرية والهيئة العربية للتصنيع من جهة أخرى. الاتفاقية دي بتنص على أن مصنع سيماف، وده مصنع تابع للهيئة العربية للتصنيع، يقوم بتصنيع وتوريد 1000 عربة سكة حديد لنقل البضائع بكامل أنواعها. يعني مش بس بنطور الأطورات الخاصة بنقل المواطنين، لكن كمان نقل البضائع، وده بيخدم التجارة والصناعة والزراعة. امبارح كمان رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتين، وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي، بهدف التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من جائحة كورونا، وده من خلال عدة آليات زي مثلا توفير قروض ليهم أو توفير وظائف لدى الغير تناسب مهاراتهم وخبراتهم، لأن الدولة شالت على كاهلها فترة ادت دعم شهري
للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا، وإن في أعمال وقفت. بس الدولة مش هينفع تفضل تعمل ده طول الوقت، لأن كل يعني بلده ليها الميزانية بتاعتها. مش هينفع تفضل طول الوقت إن أنت بتدفع فلوس، لازم يكون في شغل. الهدف الأساسي إنك تشغل الناس، مش إن أنت تدي لهم فلوس وهم قاعدين في البيت. في فترة التزمت الدولة إنها لازم تدي فلوس والناس قاعدة في البيت، ده واجب الدولة. لكن الواجب الأطول والخطة الأطول إن أنت توفر لهم عمل، وده اللي مفروض هتعمله التضامن الاجتماعي، وده إلى جانب إن ممكن يبقى فيه قروض ميسرة لهؤلاء المتضررين من فيروس كورونا. طيب ننتقل مع حضراتكم لوزارة الداخلية ومبادرة كلنا واحد اللي أطلقتها الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق، واللي بتوفر مستلزمات رمضان بنسبة تخفيض 60%، وده بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. أيضا من ضمن الخدمات المجتمعية اللي قامت بها وزارة الداخلية تنظيم احتفالات يوم اليتيم وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال في دور الرعاية، كمان تنظيم مأموريات خاصة استخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن سواء في محل إقامتهم أو في المستشفيات. نروح لقناة السويس المصرية والكلام الكتير اللي حصل بعد السفينة إيفر جيفن أو إيفر جرين أو أيا كان الاسم اللي سدت القناة وقدرنا نحركها، والكلام اللي حصل في خلال امبارح إن في سفينة عطلت في قناة السويس، وبعدين اكتشفنا أنها سفينة رقم 13 في قافلة الجنوب، يعني قبلها 12 سفينة عدوا في نفس الوقت وعدوا في نفس الظروف المناخية، والكلام الكتير اللي بيقعد الناس على السوشيال ميديا تقعد تقوله كده من غير ما تكون يعني إيه بتتحقق من الخبر. لو في حاجة العالم كله بيقول، فاحنا مش هنخبي حاجة، والسفينة عدت خالص كان فيها مشكلة بسيطة وتصلح الموتور بتاعها وكملت ومشيت. فريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال امبارح ان حركة الملاحة بالقناة شغالة بصورة طبيعية ومنتظمة، وموضوع دلوقتي ما بقاش فيه انك تقدر تخبي، العالم كله موجود والانترنت موجودة وتقدر بالستلايت تشوف. وان امبارح تم عبور 84 سفينة من الاتجاهين، من اتجاه بورسعيد للسويس ومن اتجاه السويس لبورسعيد، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.3 مليون طن. كمان أكد على أن الهيئة بتمتلك الخبرات اللازمة في الإنقاذ والتأمين الملاحي والتعامل السريع مع أي من المواقف الطارئة. طيب ومن الأخبار اللي حصلت امبارح الأخبار اللي هتحصل إن شاء الله نهاردة، هتكون بداية انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لكل المساجد على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم، واللي هتستمر لحد آخر الشهر. خبر تاني معانا كمان، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هتزور محافظة شمال سيناء، وهتقوم بزيارة مجموعة من قصور الثقافة في المحافظة، وهتفتتح قصر ثقافة العريش بعد عملية الإحلال والتجديد. أيضا النهاردة في محافظة المنيا هيتم تنظيم قافلة طبية في قرية الشيخ مسعود بمركز العدوى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكل أهالي القرية. النهاردة عندنا مباريات من الدوري الممتاز لكرة القدم المصري، وأيضا في بعض من مباريات في دوري أبطال أوروبا اليوروبيان شامبينز ليج. امبارح شفنا صلاح بيجيب جون وفرقته بتخسر 3-1 في أسبانيا، وشفنا مانشستر سيتي بيكسب دورتموند. النهاردة بقيت ماتشات هذا الدور من الشامبينز ليج، تشيلسي هيكون في مواجهة مع فريق بورتو، مواجهة إلى جانب كبير محسومة لفريق تشيلسي الساعة 9 بالليل. بايرن ميونخ عملاق أوروبا البعبع هيقابل باريس سان جيرمان اللي هي فرقة مش ضعيفة بالمرة الساعة 9 بالليل، أظن الناس كلها هتتفرج على بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، هتبقى ماتش حلو يعوضنا شوية عن خسارة صلاح والماتش اللي ما كانش لطيف قوي امبارح يعني. بس ريال مدريد كسب 3-1، لعل وعسى ليفربول يقدر يعوض في انجلترا ويكسب 2-0 وصلاح يجيب الجونين برضو. طيب خلينا نخرج الفاصل بقى سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا، فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، ودلوقتي جه ميعادنا عشان نتعرف على اخبار الارصاد وتوقعات الطقس النهارده هتكون عامله ازاي. من دينا شرفتينا، اهلا بيكي مره تانية. اهلا بيكي جمانة وحسام، وخلينا يعني نستعرض معاكم حاله الطقس النهارده، لان طبعا احنا بقالنا كذا يوم الجو حر شويه لكن هيتغير شويتين، هيتغير لسه
احنا بنصيف لما شم النسيم بيجي مفيش كلام. وانا تابعت فعلا يعني خريطه درجات الحراره، هو يعني فعلا الدرجات هتتغير قريب جدا. انتوا ايه مفاجأة؟ هتتغير هتتغير ازاي؟ يعني هيبقى برد شويه بس هي هتقول لنا، خلينا نشوف. لا ما تقلقش. هيئة الأرصاد بتتوقع أن طقس النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى ووجه البحري ومائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية ومائل الحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وهيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة كمان هيكون في نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وهتكون مثيرة للرمال والأتربة، وهيكون هناك أيضا أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد. خلونا نستعرض معاكم درجات الحرارة النهاردة، وهنبدأ من القاهرة العظمى 35 والصغرى 17، اسكندرية 23-15، مطروح 21-14، سيوة 29-15، بورسعيد 26-16، دمياط 25-16، اسماعيلية 35-17، اسويس 35-17، العريش 30-16، طابة 31-21، كاترين 28-14، شرم الشيخ 32-21، الغردقة 21-23، الفيوم 35-18، وبني سويف 35-19، المنيا 35-20، أسيوط 35-20، سوهاج هتكون 35-21، قنا 36-22، والأقصر هتكون 36-22، وأسوان معانا 38-23، وادي الجديد 35-21، شلاتين 31-20، وأخيرا حلايب 31-19. هنرجع لكم بقى مرة تانية كملوا فقرات صباح الخير يا مصر. طيب شكرا ليك جزيلا ليك يا دينا. وأكيد هنرجع لدينا أكتر من مرة في خلال هذه الحلقة. خلينا نروح لأمر آخر. السيناريست الكبير فيصل ندى واحد من أهم مؤسسي فن الدراما في مصر والعالم العربي، وكمان صاحب فضل كبير في اكتشاف كتير من المواهب اللي أصبحت نجوم بعد كده. النهاردة بيوافق ذكرى ميلاده. نتابع التقرير. هو أحد رواد فن الدراما في مصر والعالم العربي، السيناريست الكبير فيصل ندى، والذي كان له الفضل في اكتشاف عدد كبير من الممثلين الذين أصبحوا نجوماً بعد ذلك. واليوم يوافق ذكرى ميلاده في حي عابدين بالقاهرة سنة 1940. تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وكان واحد من أعضاء التمثيل في الجامعة، وقدم بها العديد من الأعمال التي لاقت حب وتقدير الجمهور له. ألف العديد من المسلسلات مثل أحلام العصافير، لن أخضع لرجل، الأزواج الطيبين، بنت سيادة الوزير، ليلى زمنها جاية. كما شارك في عدة أفلام منها دسوق يا فندي في المصيف، جحيم امرأة، قضية سميحة بدران، بنات في ورطة، الغني والفقير. وفي المسرح قدم الصعيد وصلوا، الدور الرابع شقة 9، أهلا يا دكتور، المتزوجون، من أجل حفنة نساء. كما خاض السيناريست فيصل ندى تجربة التأليف الإذاعي، وقدم العديد من الأعمال الإذاعية منها الناجح يرفع إيده، هارب من عش الزوجية. أهلا بكم مرة تانية. نروح سريعا نشوف حالة الشوارع المصرية والمحاور في القاهرة والزحام وأخبار الطرق مع دينا. شكرا لك حسام. وهنبدأ طبعا دلوقتي، خلونا نتعرف على حالة الطرق والمحاور في شوارع مصر من مراسلتنا لمياء حمدين. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك دينا وعلى زمايلي في الاستوديو وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. دينا الجو زي ما انت قلتي من شويه ممكن يشهد بعض التقلبات الجويه وانخفاض في درجات الحراره، لكن بخصوص بقى السواقه وحركه سير السيارات نخلي بالنا عشان هيبقى في اتربه عالقه في الجو، وده هيأثر طبعا على اسلوب سواقتنا، ناخد بالنا طول الطريق واحنا ماشيين. حاليا احنا دلوقتي متجهين لميدان التحرير بنتابع الحركه المروريه هنا. الحقيقه في بعض يعني تكدسات كده بسيطه في الملفات والمحاور
مصر بس مش كبيره قوي. وشفت من شويه على كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان برضو في بعض التباطؤ لحركه السيارات. طبعا دي ذروه صباحيه بيبقى فيها بعض التكدسات. كمان محور 15 مايو اللي هو نازل بقى الاتجاه المخالف هو ده اللي كان فيه سيولة مرورية كبيرة، إنما اللي متجه لميدان لبنان هو اللي فيه يعني تباطؤ في حركة سير السيارات، لكن انتظمت حركة سير السيارات زي ما حضرتك شايفين في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد، وكمان محور 26 يوليو وكوبري أكتوبر. بالنسبة للطريق الدائري في برضو سيولة مرورية القادم من الأقاليم عبر الطريق الزراعي، وكمان للمتجه من المنيب لطريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي القادم من المعادي والمناطق الجيزة، كمان مناطق التجمع الخامس، وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي كان في بعض سيولة المرورية. ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السيارات والسرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي في انتظام في حركة سير السيارات وصولا للمهندسين، في محور صلاح سالم كمان في انتظام في حركة سير المسيرات، والمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة. وهنتابع معاكم جولاتنا المستمرة في برنامج صباح الخير يا مصر، ونشوف الحالة المرورية في الشوارع والمناطق المختلفة. إليك دينا. شكرا لك لمياء حمدي مراسلة التلفزيون المصري، وحاولنا نرصد لحضراتكم كده بعض الشوارع في مصر النهاردة والزحمة وأماكن كمان التكدسات المرورية. هرجع مرة تانية لحسام وجمانة علشان يكملوا فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا ليك يا دينا. طيب خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع آخر، والحقيقة أنه أول حاجة يمكن المجتمع الدولي توافق عليها بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة هي تأسيس منظمة للصحة العالمية عشان تهتم بمواجهة الأمراض المعدية وتوفر خبرات طبية للدول النامية، وكمان تبقى المنظمة يبقى ليها دور أكبر بعد انتشار جائحة كورونا زي ما كلنا تابعنا خلال السنة اللي فاتت. وفي ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية خلينا نعرف أكتر معلومات عنها من خلال هذا التقرير. في الوقت الذي تواجه فيه جميع دول العالم خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، عرف الناس عن قرب منظمة الصحة العالمية التي يديرها تيدروس إدهانوم بمقرها في سويسرا. واليوم 7 إبريل هو تاريخ تأسيس المنظمة، حيث بدأ عمل المنظمة عندما دخل دستورها النفاذ في مثل هذا اليوم من عام 1948. وتهدف منظمة الصحة العالمية من خلال عملها لبناء مستقبل أفضل وأوفر صحة للناس في كل أنحاء العالم. كما يعمل موظفو المنظمة من خلال المكاتب المنتشرة في أكثر من 150 دولة جنبا إلى جنب مع الحكومات والشركاء الآخرين لضمان تمتع جميع الناس بأعلى مستوى صحي يمكن الوصول إليه. ويمثل يوم الصحة العالمي دعوة للتضامن والعمل لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع. وخلال هذا العام الدعوة الخاصة بيوم الصحة العالمي تتعلق بحملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة. وتركز المنظمة على فكرة العدالة بعدما كشفت جائحة كوفيد-19 عن أن بعض الناس يمكنهم أن يتمتعوا في حياتهم بالصحة وأن يحصلوا على الخدمات الصحية واللقاحات أكثر من غيرهم لأسباب تعود كلها إلى الظروف التي يولدون ويعيشون فيها. وفي المقابل تكافح بعض الفئات للحصول على أقل الخدمات بما يضر بالمجتمعات والاقتصاد خاصة في ظل جائحة كورونا. اسكندرية مارية وترابها زعفران. اسكندرية هي العاصمة الثانية وعروس البحر الأبيض المتوسط، واللي وصفها أمير الشعراء أحمد شوقي بأنها تاريخ الحضارة والمجد. النهاردة 7 إبريل، التاريخ ده بيوافق ذكرى تأسيسها على يد الإسكندر الأكبر في عام 332 قبل الميلاد. الإسكندرية هي التاريخ والحضارة والمجد.
هكذا وصفها أمير الشعراء أحمد شوقي، وتعتبر عاصمة مصر الثانية وعروسة البحر الأبيض المتوسط، والتي تضم عدد كبير من المعالم التاريخية والسياحية. تحل اليوم ذكرى تأسيس مدينة الإسكندرية إحدى أهم مدن العالم القديم، حيث أسسها الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، بعد أن وقع في غرام هذه المنطقة الساحرة. فقرر إنشاء مدينة تحمل اسمه، ودمج مدينة راكودا وجزيرة فاروس الواقعتان على شط البحر الأبيض المتوسط عن طريق ردم المياه الفاصلة بينهما، وفقاً لما ذكر في كتاب من موسوعة وصف مصر 2. مدينة الأسكندرية للمؤلف غريتيان لوبير، كتب عن تاريخ تلك الأرض العديد من الكتاب والشعراء والسياسيين، وجمعت المدينة بين الكثير من شعوب العالم وخلال العصر الهيلينستي الذي يؤرخ لازدهار الحضارة اليونانية خارج حدودها حيث الشرق. ظهرت مكتبة الأسكندرية التي صنعت عالماً أسطورياً حقيقياً حول المدينة والمكتبة على حد سواء. وتتجلى أهمية مدينة الأسكندرية كونها تضم عدداً من المعالم والمواقع المهمة، مثل أكبر المواني البحرية، منارة الأسكندرية، قلعة قايتباي، عمود السواري، إلى جانب المتاحف والقصور ودور السينما، فضلاً عن موقعها المميز على شاطئ البحر المتوسط. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، موجز إخباري جديد مع دينا شرف. إليك دينا. شكراً لك حسام. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح خلال ساعات مجمع الوثائق المؤمنة الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة، ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة والحفاظ على أي بيانات تسهم في التيسير على صانع القرار اتخاذ قراراتهم بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تغير المناخ يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الإفريقية خسائر هائلة، وذلك نتيجة الأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة. وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع رفيع المستوى نظمه بنك التنمية الإفريقي، أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلا عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ. كما أشار الرئيس إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشروع، والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة. كما التقى الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، ودعا لزيادة استثماراتهم في المشروع، موجها بتذليل أي عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الإنتاج الزراعي لمشروع مستقبل مصر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي لم تحقق تقدما ولم تفضي إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وذكر متحدث باسم رئاسة
باسم الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددا عن غياب الإرادة السياسية لدى أثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدا. جدد مجلس الوزراء السعودي مساندة المملكة ودعمها لمصر والسودان ولأية مساعي تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه ويخدم مصالحها وشعوبها معا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وصرح المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ أن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية، فضلا عن الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق وضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاء للمصلحة اللبنانية وسعيا نحو مستقبل يحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية مما يملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار. أعلنت وزارة الصحة خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157,006 حالات. وفي بيان الوزارة اليومي أعلن تسجيل 778 حالة إيجابية جديدة و43 حالة وفاة. أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومن حقه في الصحة والمسكن والحياة الكريمة وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية لمحافظة سوهاج لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة، وبدأ الوفد زيارته باستعراض محافظ سوهاج طارق الفقي مشروعات مبادرة حياة كريمة في المحافظة والتي تشمل 7 مراكز تضم 181 قرية، مؤكدا أن المبادرة تستهدف إحداث تطوير شامل وطفرة تنموية في الريف المصري. نهاية موجز الثامنة، فاصل ونعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. في خلال السنه اللي فاتت كده تفاصيل كتيره جميله جدا في كل حته في العالم الصراحه، مش بس في مصر، لكن في مصر شفنا نماذج كتيره جدا من المصريين بيحاولوا يقدموا مساعدات لبعضهم في ظل الاوضاع اللي بتمر بيها دول العالم كلها بسبب الكورونا. في ناس اشغالها وقفت، في ناس بتعيا، في ناس محتاجه رعايه طبيه، في ناس محتاجه أكل عشان هي موجودة في العزل، في ناس محتاجة مشورة طبية، في تفاصيل كتيرة جدا الناس تعاونت فيها وساعدت بعض. من ضمن الحاجات اللطيفة اللي حصلت في مصر في خلال الفترة اللي فاتت كان طبيب شاب بعد ما بيخلص شغل في المستشفى بياخد عربيته ويقف بيها في الشارع وحاطط يافطة على العربية وكاتب إنه بيقدم الخدمات الطبية مجانا لأي مريض كورونا محتاج مشورة طبية. خلينا نعرف تفاصيل الموضوع ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. يعرفه أغلب سكان 6 أكتوبر ومنطقة الشيخ زايد، حيث يقف بسيارته في شوارع تلك المنطقة عارضاً تقديم خدماته الطبية لمن يحتاجها من المارة ومصابي كورونا، تاركاً رقم هاتفه على لافتة بزجاج السيارة لمن يريد التواصل معه. الدكتور محمد عبد العليم العيسوي أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية يتوجه بسيارته بعد انتهاء عمله في المستشفى ويقف في أي شارع يختاره ويكون مليء بالمارة عارضا تقديم خدماته لمن يريد
ويقدم الوصفات الطبية مجاناً، حيث يقوم بقياس الضغط والسكر وإجراء الفحوصات الطبية للراغبين، ثم يقدم لهم الوصفات العلاجية ويمنحهم رقم هاتفه للتواصل والمتابعة معه حتى يتم الشفاء. تخرج الطبيب محمد العسوي من كلية الطب وتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعد انتشار فيروس كورونا عمل في مستشفى مطار سفينكس للعزل، والذي كان يستقبل القادمين من الخارج أيضاً، وبحكم عمله تعرف على طبيعة أعراض كورونا وتحور الفيروس، كما أنه أصيب مرتين بالمرض وتم شفاؤه، فقرر أن يساهم بعمله وجهده في حماية الجميع من الوباء. اسمحوا لنا دلوقتي نرحب بدكتور محمد العسوي اللي بينضم لنا عبر تطبيق زوم، اخصائي امراض القلب والاوعيه الدمويه وصاحب سياره علاج المواطنين في الشوارع بالمجان. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ومنورنا في صباح الخير يا مصر، ويعني بنشكرك وفخورين بيك طبعا. صباح النور يا فندم، انا سعيد جدا مع حضراتكم. يعني احنا اسعد طبعا. خليني بس اسالك في الاول، يعني الفكره جات لك منين؟ الدافع اللي خلاك تنزل بعربيتك انت تلف في الشوارع عشان تقدم المشوره الطبيه او ان انت تعالج الناس المصابين بكورونا؟ كان ممكن مثلا يعني حل بسيط جدا تكتب مثلا بوست على فيسبوك او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. ايه اللي خلاك تنزل تلف بعربيتك بنفسك في الشوارع؟ بص حضرتك، هو ارتفاع الاعداد و بعض الناس ان هم يروحوا يعني مستشفيات، خوفهم طبعا من يروح مستشفيات او عيادات او معامل، فكنت حابب اوصل واقرب للناس بحيث ان يعني لو حد عنده مخاوف من اي حاجه ابقى قريب منه. انا كنت موجود فعلا على السوشيال ميديا، موجود على الفيسبوك، بس حبيت اقرب اكتر بموضوع العربيه، يعني في طريقي اي حد يعني ممكن يكلمني زي كده يعني. طيب يعني برضو خليني أسألك يا دكتور، في يعني في مخاطر برضو في الشارع، أو يعني هنتكلم عن مخاطر بقى أنه من مصابين من فيروس كورونا وأنت كمان بتعرض نفسك طبعا، وفي مخاطر تانية كمان في الشارع ممكن مثلا أنه يحصل أي مشكلة أو أي موقف، ما خفتش من ده؟ والله أنا يعني مخاطر، لو مخاطر من الناحية الصحية بتوقفني في الطريق تبقى اصلا حالتهم مستقره، الموضوع كله بيبقى استشاره طبيه. طيب ما فيش مخاطر معينه من الناحيه الصحيه يعني. يعني اغلب الاماكن بتبقى اماكن يعني معروفه يعني. طيب دكتور محمد، انت في شغلك في المستشفى بتتعامل مع المصابين بكورونا اللي موجودين في الحجر الصحي او محجوزين في المستشفى، حضرتك اخصائي امراض قلب واوعيه دمويه، فانت بتتعامل مع الناس اللي محجوزه كورونا ولا ده بتعمله بشكل يعني شخصي بعيدا عن تخصصك؟ لا، في المستشفى طبعا المستشفيات كلها اغلبها بقت مستشفيات عزل، فاغلب الاطباء بكل التخصصات بقوا شغالين في نفس الموضوع كورونا في نفس المجال. ففي المستشفى بيجينا طبعا الحالات بتابعهم، وبره المستشفى برضو بحاول اقابل عدد اكتر وعدد اكبر من الناس. دكتور محمد، انت شغال في مستشفى ايه؟ انا في مستشفى الشيخ زايد المركزي. مستشفى الشيخ زايد المركزي فيها عزل كورونا، اللي هي المستشفى بيقولوا عليها المستشفى البيضاء، مظبوط؟ مستشفى عزل. ايه مستشفى عزل، وحضرتك دكتور عزل في المستشفى. بالظبط. طيب احكي لنا كده عن الـ يعني الموجة الثالثة، بيقال انها بدأت، فاحكي لنا عن الاعداد اللي بتجيلكم المستشفى، الاعراض الجديدة اللي ممكن تكون شفتها على الوافدين على المستشفى. احنا طبعا بدأنا فعلا في الموجة الثالثة، الكلام ده بقالنا داخلين في اسبوع ونص تقريبا او اسبوعين، الاعداد فعلا بدأت تزيد، بدأت تظهر اعراض جديدة، بس يعني لو قلنا 70% من الحالات ما بتبقاش حالات خطرة. أعراض زي إيه طيب؟ أهم عرض فقدان حس الشم والتذوق، أهم عرض بيبقى بس ده عرض موجود من الموجة الأولى، يعني حضرتك قلت لنا إن في أعراض جديدة.
موجود من الموجة الأولى ولكن بصورة بسيطة. كان دلوقتي بقى بنسبة 70%، لا يعني هيفقد حاسة الشم. بعد فقدان حاسة الشم بيبدأ المريض يحس بوجع بسيط في المعدة من فوق، بعد كده وجع في ألم في الظهر، ممكن يحس إن هو عنده قابلية للقيء وممكن يرجع فعلا، وممكن يبقى عنده دوران أو دوخة، بيحس بالامتلاء، بيحس إن هو مش عايز يأكل. دي كلها أعراض. طيب دكتور، بما إن احنا نتكلم عن الأعراض الجديدة، في البعض بيقول إنه في كمان مشاكل في العين وفي طفح جلدي، هل الكلام ده حقيقي؟ موجود بس بسيط جدا، وموجود من قبل كده، الكلام ده موجود من قبل كده بس برضه بسيط، وستيل لحد النهارده برضه بسيط، نادر يعني إن احنا بنشوفه. طيب خليني ارجع مع حضرتك مره تانية لتجربتك، انك بتلف بعربيتك في الشارع تشخص حالات كورونا او تقدم المشوره، هل بالفعل حصلت انه حد كلمك في الشارع ونزلت شخصته وما كانش عارف مثلا انه عنده كورونا وحضرتك شخصته انه عنده كورونا، او حد من عيلته او اسرته؟ حصل كذا مره، وقفني حكى شخص في الشارع، هو بيتصل عليا بياخد الرقم وبيرن عليا بيقول لي انا كنت لسه شايفه في المكان الفلاني. لو كنت لسه قريب من المكان ده برجع اكون معاه اعرف منه تفاصيل، اسمعه كويس الاول، بعد كده ابدا بقى اعمله فحوصات اللي هي الفحوصات الحيويه. او بعد كده بقى ببدا اديله العلاج اللي هو المحايد لحد ما يعمل تحاليل معينه. وبتابع معاه بعد كده على الواتساب، بيبدا يبعت لي التحاليل، بتابعه تقريبا كل يوم لحد ان شاء الله. دكتور حضرتك يعني واضح انك قابلت حالات كتير جدا، يعني لو تحكي لنا عن اغرب حاله قابلتها، اغرب حاله، اصعب حاله. اغرب الحالات تبقى كلها شبه بعض، بس الفكره كلها ان صعوبه الحالات بتزيد لما يكون الواحد ياخد دواء من غير ما يرجع لدكتور. يعني مثلا بيروح للصيدليه وياخد اي دواء على اساس ان هو دواء برد، يقول لك انا راح اخد مثلا حوالي 3 في 1، كل الحاجات دي بتزود الاعراض، لان مش هو اللي المفروض ياخد دواء ده معين. هو بيتهياله ان هو كده هيتحسن، هو فعلا هيتحسن يوم، بس اليوم الثاني اعراضه هتزيد ومشاكل هتكثر. يعني مفهوم. اغلب الحالات بتبقى شبه بعض. يعني دكتور محمد العسوي، اخصائي امراض القلب والاوعيه الدمويه بمستشفى الشيخ زايد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويعني اكيد المبادرات الشخصيه بتفرق كتير مع الناس، مجتمع لازم يساعد بعضه، بس في الاساس لازم تكون انت متخصص في اللي انت بتعمله عشان تقدم خدمه حقيقيه، لازم تكون طبيب ولك علاقه بالكورونا عشان تقدر تساعد الناس، وكل واحد يقدر يساعد الناس بالحاجه اللي هو بيعرف يعملها، الناس اللي بتعرف تعمل اكل وعندها امكانيه تقدر توزع اكل. يعني الكلام اللي حصل في خلال السنه سنه ونص اللي فاتت، مش عايز اعيد الكلام كتير عشان احنا بقالنا كتير، يعني داخلين دلوقتي ما شاء الله في 16 شهر من حالة التكافل اللي حصل بسبب كورونا، يمكن كمان الناس يعني بقت للأسف أقل التزاما من الأول، بس هانت، شدة وتزول، يعني شدة وتزول. خلينا نروح لموضوع آخر. رمضان على الأبواب وكل سنة وانتم طيبين، وزي ما رمضان بيجي بالخير واليمن والبركات وبيجي باليميش والأكل والشرب والعيلة واللمة اللي احنا يعني بنتمنى ان احنا نبقى واخدين بالنا، مش هقول ما نتلمش لان صعب ما نتقابلش عشان نبقى صرحة مع بعض، بس على الاقل نخلي بالنا ونخلي الاعداد قليلة واحنا مقابلين بعض، زي ما بقول لحضراتكم دايما نخلي بالنا لان الاعداد بتزيد في الكورونا. بس على اي حال في جانب اخر اتعودنا احنا في مصر، رمضان بتاع مصر بقى، وده برضو بيصب في نفس الفكرة بتاعت الهوية المصرية، ان احنا رمضان في مصر متعودين ان بيبقى فيه فوازير، ألف ليلة وليلة، ومسلسلات، شهر تعبد بس فيه من الجانب الآخر بعض التسلية، الناس بتبقى حابة أنها تتفرج على التلفزيون، اللي بيصلي التراويح بيرجع يتفرج على التلفزيون، يصلي صيامه، يقرأ قرآن، يسمع قرآن، يصلي شوية، برضو عنده وقت فاضي ممكن يتفرج على مسلسلات. ففي رمضان بتاع مصر، الفوانيس والشارع، من ضمن الأعمال اللي بتتعمل المسلسلات، وبتناقش مواضيع كتيرة جدا. في مسلسل جديد هيتعرض في رمضان هذا العام، المسلسل ده مختلف تماما لأنه أبطاله
من ذوي القدرات الخاصة. القضية 404 ده اسم أول مسلسل عربي أبطاله كلهم من متلازمة داون أو داون سيندروم. بتدور أحداث المسلسل حوالين قصص واقعية عن للأسف اللي ممكن يكون بيعانيه هؤلاء الأبطال في حياتهم الشخصية من تنمر وتهميش في مختلف المجتمعات. عايزين نعرف أكتر عن هذا المسلسل، هنشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم عن مسلسل قضية 404. القضية 404 هو أول تجربة درامية عربية معظم أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، عمل درامي بيجسد معاناة مرضى متلازمة داون. فكرة المسلسل انطلقت من خلال مجموعة من المتطوعين الشباب كان هدفهم دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وخاصة في مجال الإعلام والدراما. الفكرة بدأت تكبر بعد نجاح فيديو كليب كلنا وياك بأداء الطفلة والمطربة أشرقت. عشان كده الشخصيات اللي شاركت في المسلسل من ذوي القدرات الخاصة وصل عددهم 20 شخصية وقدموا لونين من الفن التمثيلي للعمل. البعض منهم أخذ أدوار درامية والبعض الثاني ظهروا بقصصهم الواقعية. وهنشوف في المسلسل مجموعة من الفنانين هيوصل عددهم 50 فنان، خصوصاً أن محور قصته تدور في أحداث حقيقية تم جمعها من خلال تجارب أبطال المسلسل وأخرى خيالية تناقش قضايا التنمر والتهميش في عالمين يسيران بشكل متوازي. طاقم عمل المسلسل سعيد جداً بالتجربة الفنية الجديدة واللي قدروا من خلالها يبرزوا موهبتهم في مجال التمثيل. وفكرة المسلسل انطلقت من مبادرة عالم موازي. عشان نتعرف أكتر على قضية 404 معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم الأستاذ محمد الأنصاري مخرج مسلسل قضية 404. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني أهلا بيك. طبعا يا فندم هو مسلسل مهم جدا وبيناقش قضية مهمة جدا وهي متلازمة داون. عايز أعرف من حضرتك يعني الفكرة جت إزاي، قدرت تنفذ ده إزاي، خاصة أنه في كتير من أبطال المسلسل بالفعل عندهم داون سيندروم أو متلازمة داون. هو الفكرة جت من صديقي الجميل أستاذ رامز عباس، هو أصم ناطق بس بيفهم لغة الشفايف. كنا عاملين مبادرة بقالها سنة ونص، هو دمج ذوي القدرات الخاصة عن طريق الفن. عملنا مشروع اسمه مشروع حلم، كان خطواته الأولى إن احنا نعمل فيديو كليب، وكان أول فيديو كليب في الوطن العربي اسمه عالم موازي. بعد نجاح الكليب قلت له عايزين نكبر الموضوع أكتر ونعمل حاجة تناقش قضايا ذوي القدرات الخاصة. قال لي أول قضية عندي هي أنا. قلت له هي إيه قضيتك؟ قال لي قضيتي إن أنا بخبط على بيبان كتير ومحدش بيفتح لي الباب ومحدش بيسمح لي ان انا اكتب او ان انا اقدم موهبتي. فمن هنا جات لي فكرة ان انا اعمل حاجة لذوي القدرات الخاصة اناقش فيها القضايا بتاعتهم، بلس ان انا كان عندي اولاد من ذوي القدرات الخاصة بالاعاقات المختلفة، داون سيندروم، اوتيزم، حركي، بصري، كل دوت كان عندي في المبادرة. بنعمل نشاطات، بندربهم على حاجات بسيطة، الكلام ده كله. فابتديت ان انا اعرف قصص من اسرهم وابتديت اشوف هم بيتعرضوا لتنمر قد ايه وازاي بيعانوا، نجاحاتهم ازاي، وصلوا لابطال عالم وابطال جمهوريه. فمن هنا ده كمان قوى الفكره ان انا لا انا ممكن ابني بالولاد الجميله دي جيش كبير قوي واقدر ابتدي اواجه مجتمع بيه. ومن هنا ابتدت قصه مسلسل قضيه 404. طيب ليه بقى اسمه قضيه 404؟ قضية 404، عارف حضرتك لما بنمسك الموبايل وبيجي لنا خطأ، بيجي لنا ايرور 404، دي حاجة بتبقى في السيستم ما بيبقاش ليها احنا كمستخدمين الانترنت او الموبايل، ما بنبقاش عارفين الايرور 404 ده سببه ايه. لكن الناس اللي عاملة السيستم ده بتاعت الموبايل او المهندسين بيبقوا عارفين ان الايرور دوت هو رقم لخطأ معين في السيستم.
هو ده بالظبط مقصود كلمه القضيه 404، ان في خطا في قوانين وفي حاجات الدوله عملتها بس احنا كمجتمع لسه ما نفذناهاش، في خطا في الموضوع لسه. طيب محمد، انت هتعرضوا مسلسل على اليوتيوب مظبوط؟ ان شاء الله طبعا باذن طيب. الله. يعني المكسب اللي هيجي لك هيجي من عدد المشاهدات؟ انا ما فكرتش فيها بصراحه. لا يعني انا عارف انك ما فكرتش فيها، بس احنا هتكلم بشكل مادي شويه. فانت ما فيش عائد جاي لك الا يعني زي ما بيتقال كده على فيض الكريم، لو الناس عملت مشاهدات عاليه اليوتيوب هيدي لك فلوس، لو ما عملتش مشاهدات عاليه مش هيجي لك فلوس. صرفت منين بقى على المسلسل؟ بصراحه احنا اللي عمل يعني صرفنا مننا احنا اللي يعني احنا كنا الاول كان في كذا مؤسسه لما عملنا كذا مشروع فاتوا او كذا بروجكت قالوا لنا ان هم هيدعمونا في الفكره وان هم هيبقوا معانا عشان الاولاد وان المشروع حلو جدا وان المشروع قومي وحاجات كده. اول ما ابتدينا تصوير ما بقاش حد معانا خالص، ولقينا نفسنا بنواجه يا ننفذ ونكمل حلم الاولاد ونكمل حلمنا يا نقف ونهدم كل حاجه. لو كنا وقفنا او هدمنا كل حاجه كنا هنبقى زينا زي غيرنا، ان احنا ادينا للاولاد امل وفي الاخر سبناهم في اول الطريق. فقررنا ان احنا هنعمل اللي علينا، حتى لو هنبيع حاجه عندنا، حتى لو يعني هنيجي على نفسنا اكتر، بس ننتج الموضوع دوت ونطلعه باحسن صوره زيه زي اي مسلسل اتعمل. وبالفعل عملنا دوت. المسلسل كام حلقه؟ انا عملت دوت ووصلنا الحمد لله ان احنا دلوقتي خلاص فاضل لنا ايام ونبقى خلصنا التصوير بتاعه. ووالدي طبعا ربنا يخليه وقف في ظهري برضو لما عارف ان احنا فعلا محتاجين الدعم المادي لما الناس ما بقتش معانا، وساعدني غير ان انا ساعدته. وبعدين بلس ان احنا كل المبادره متطوعه، ما فيش اي واحد واخد اجر خالص. طيب انا عندي سؤالين، المسلسل كام حلقه؟ واعذرني المسلسل كلف قد ايه فلوس؟ بص، اول حاجه المسلسل كام حلقه، احنا واصلين دلوقتي تقريبا في رينج 10 حلقات الجزء الاول. اتكلف قد ايه دي هتبقى صعبه شويه لان انا ما حسبتهاش، لان لو انا حسبتها انا عندي 50 ممثل، ال 50 ممثل متطوع يعني انا ما لا الفلوس اللي اتصرفت من ايجار معدات، ايجار كاميرات، التفاصيل اللي شبه دي يعني. لا دخل استاذ محمد. ايوه احنا معاك سامعينك. معلش انا بس عشان كده. تمام يا فندم. انا سامعك كويس جدا، اتفضل. محمد. الو محمد الانصاري. ايوه انا معاك، انا بحاول. انا سامعك كمل كلامك. بقول لحضرتك المبلغ يعني داخل له في 500,000 جنيه واكتر كمان. 500,000؟ يعني بتتكلم في نص مليون جنيه مصري. لا معدي كمان يعني نكمل. وعملت ده وانت مش مستني منه عائد؟ مش مستني، و و و لازم اعمل كده لان خلاص انا وصلت لمرحله ان انا لازم ان انا اكمل. طيب استاذ محمد، اخيرا لو حضرتك تعرفنا على يعني مين الممثلين في المسلسل، كلهم من متلازمه داون ولا في ممثلين اخرين؟ لا هم مش كلهم متلازمه داون، هم اعاقات مختلفه، هم حوالي 20 ولد وبنت، في منهم 7 أو 8 من متلازمه الداون والباقي اعاقات مختلفه. في الحركي عندي 3 أو 4 حركي، في الذهني غير الداون، وفي كذا حاجه مش داون سندروم بس. طبعا احنا بنشكرك يا فندم وبنحييك على هذه الفكره. كنت معانا المخرج محمد الانصاري، مخرج مسلسل قضيه 404. مشاهدينا خلينا ننتقل لجولتنا المروريه واللي هتعرفنا عليها دينا شرف. دينا اهلا بيكي مره ثانيه. اهلا بيكي جمانة واهلا بيك حسام، وتعالوا نشوف بقى. كانت من شويه لمياء كانت موجوده في ميدان عبد المنعم رياض، تعالوا نشوف هي وصلت لحد فين في شوارع مصر. لمياء حمدين اهلا بيكي مره ثانيه. صباح عليكي مرة تانية دينا، وعلى جمانة وحسام وكل زمايلنا وكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. احنا كالعادة بنلف في شوارع وميادين القاهرة بنتابع الحالة المرورية. احنا دلوقتي في ميدان العباسية التابع لحي الويلي. الميدان ده الحقيقة يعني فيه كتير قوي من المصالح الحكومية والمنشآت العامة، طبعا زي جامعة عين شمس ومصلحة الأحوال المدنية وكلية الشرطة القديمة ونقابة التطبيقيين، وكمان في خط الثالث لمترو الأنفاق وموقف أوتوبيسات. فيعني في زحمة ممكن نقابلها كتير في ميدان العباسية، لكن طبعا بفضل التنظيم والخدمات المرورية الموجودة بيبقى في تنظيم لحركة سير السيارات، بتبقى بس في الذروة الصباحية والمسائية بتبقى بعض
التكدسات اللي موجودة هنا في الميدان، لكن بشكل عام يعني بدأت الذروة الصباحية تهدى شوية، كل ما بندخل على الظهر شوية بتهدى أكتر. فخليني كمان أكلمك على الطريق الدائري، كمان في سيولة مرورية والمحور فيه سيولة مرورية كبيرة. احنا دلوقتي داخلين على جامعة عين شمس، زي ما حضراتكم شايفين في خدمات مرورية موجودة، وبس هي بتبقى بعض المواقف او يعني وقفة العربيات الميكروباصات العشوائية هي اللي ممكن كمان تعمل بعض المشاكل في الطريق، بتعمل تباطؤ في حركة سير السيارات اللي بتقف فجأة دي، لكن في تنظيم لحركة المرور زي ما احنا شايفين، والطريق يعني في سير سيارات بشكل لطيف وفي تنظيم الحركة المرورية بشكل لطيف حتى الآن. لك دي شكرا لك لمياء حمدي مراسلة التلفزيون المصري، وهنروح لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. مصر بتنظم بطوله في السلاح يا جماعه، مصر عندنا بطوله الشباب للسلاح، ومنتخب مصر كسب البطوله، خدنا بطوله العالم للسلاح على مستوى الشباب، والمنتخب اللي كسب هذه البطوله هيروح اولمبياد طوكيو اللي هتتلعب السنه الجايه. فيعني في حاجة عظيمة حصلت على أرض مصر، وللأسف الناس مش مركزة مع هذا الموضوع. دي أول إنجاز مصري يحصل من سنة 1912 إن احنا ناخد ذهبية الفرق لسلاح السيف. فألف ألف مبروك، وعيب علينا إن احنا مش مركزين مع أبطال زي دول ولا مهتمين بيهم. يعني هقول مقارنة مش في محلها شوية، بس كم واحد امبارح اتفرج على ماتش ريال مدريد وليفربول عشان خاطر محمد صلاح، وكم واحد في مصر عرف ان عندنا منتخب شباب خد بطولة السلاح وهيلعب في اولمبياد طوكيو؟ حضرتكوا توزنوا الموضوع ونرجع نتكلم فيه بعد التقرير ده. في إنجاز هو الأول من نوعه منذ عام 1912، نجح المنتخب المصري للشباب للسلاح في التأهل لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد التتويج بذهبية الفرق لسلاح السيف في بطولة العالم للشباب والناشئين والمقامة في مصر حتى 11 من إبريل الجاري. ومثل المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفريق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل، فيما تعتبر هذه هي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق، والذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب. وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميا على منتخب روسيا المصنف رقم 3 عالميا في النهائي بنتيجة 45-38، ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية وروسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على الميدالية البرونزية. التفوق المصري على صعيد لعبة السلاح صاحب تفوق آخر على صعيد التنظيم، حيث تلقت مصر إشادات عالمية واسعة بالتنظيم من قبل وفود الاتحاد الدولي والوفود المشاركة في المنافسات، حيث يتواجد وفود 79 دولة يمثلون نحو 1079 لاعبا ولعبة و500 مدرب وإداري من مختلف دول العالم، وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا. زي ما شفنا وتابعنا مع حضراتكم في التقرير اللي فات، ومش عارفه خدتوا بالكم من الشوط اللي كان فيه الاربع ابطال دول وهم يعني عينيهم بتدمع وهم بيسمعوا النشيد الوطني. اعتقد الابطال دول محتاجين مننا الاهتمام. خلينا نعرف اكتر عن ابطالنا، ابطال فريق السلاح، من استاذ عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنبارك لحضرتك على التاهل. صباح الخير والف مبروك لنا جميعا. طبعا يا فندم، يعني احنا دي المره الاولى من اكتر من 100 سنه، عايزه حضرتك تحكي لنا عن لحظه وصولكم لهذه اللحظه طبعا التاريخيه، وكمان تحكي لنا شويه تفاصيل.
طيب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا فعلا دي اول ميداليه يحصل عليها مصر في افريقيا عموما في مسابقات الفرق في بطوله العالم عموما، سواء شباب او ناشئين او عمومي يعني. احنا مصر تصنيفنا كان على البطوله دي كان الخامس. وفي دور ال 16 كسبنا هونج كونج، في دور الثمانيه كسبنا بولندا، في دور الاربعه لعبنا مع امريكا اللي هو المصنف الاول كسبنا 45-31، وده كان تقريبا وان سايد جيم رغم قوه الفريق الامريكي. ثم على الاول والثاني كسبنا روسيا اللي هو المصنف الثالث 45-38. احنا كنا متوقعين ميداليه، وكنا كاتبين للوزاره واللجنه الاولمبيه في التوقعات بتاعتنا ان احنا هنحصل على الميداليه، بس الحقيقه ما كنتش متخيلين ان هي تبقى الميداليه الذهبيه. احنا كنا بنتكلم على فضه او برونز. الولاد في اليوم ده كانوا بيلعبوا كويس جدا والحمد لله ربنا وفقهم وكسبوا الميداليه الذهبيه عن استحقاق. وده يعني السكور اللي حاصل سواء 31 مع امريكا او 38 مع روسيا اكبر دليل ان الماتش ما كانش قريب يعني، فهم كسبوا الحمد لله بطريقه كويسه ومريحه والحمد لله. الحمد لله يا فندم. عظيم جدا عظيم جدا. طيب بعد اذن حضرتك، احنا عندنا ثلاث انواع للسلاح مظبوط كده؟ مظبوط. في النوع اللي احنا خدنا فيه الميداليه الذهب، وفي الشيش اللي للاسف ولادنا ودعوا فيه البطوله بالامس. مظبوط. في النوع الثالث، هل هو موجود في هذه البطوله اللي بتقام على ارض مصر؟ هي بطوله العالم بتتلعب في الاسلحه كلها بنين وبنات 17 سنه و20 سنه، فاحنا اول ثلاث ايام بيبقى سلاح السيف اللي احنا خدنا فيه الميداليه. هي سلاح السيف احنا خدنا ميداليتين، خدنا في الفردي ميداليه برونز بس يمكن كانت نفس يوم الاحتفال بتاع نقل المميات فما حدش خد باله للاسف. ده غلط عندنا احنا وغلط عند الناس وانتوا واحنا محقون لكم. هي الاحداث الاهميه المطلقه في اليوم ده كلنا كمصريين تابعناها بالتاكيد، كنت فخور جدا. الحدثين مهمين جدا يا فندم بكل تاكيد. لما رجعنا الفندق بالليل بتاع الاقامه كانوا مشغلين على شاشات كبيره يعني، واحنا عشان كده حضرتك موجود معانا وبنسلط الضوء على ابطالنا عشان ليهم حق، ليهم حق ان على كل الناس ان هم يعرفوهم ويعرفوا اساميهم. بس السؤال الاخير لحضرتك، اتفضل، نقدر نستنى ميداليه في اولمبياد طوكيو؟ طيب خلينا بس نقول معلومه ان الفرقه اللي هي كسبت امبارح هي مش هم اللي تاهلوا لاولمبياد طوكيو، الفرقه الكبيره هي اللي تاهلت لاولمبياد طوكيو. الفريق القومي الاول هو اللي تاهل. عظيم. واحنا مشاركين في اولمبياد طوكيو لحد النهارده، تاهلنا 13 على التصنيف العالمي، 13 لاعب ولاعيبه، 8 لاعبين وخمس لاعبات، وعندنا فرصه ان احنا نزود العدد ده يصبح 15 عن طريق البطوله الافريقيه اللي هتتلعب في مصر يوم 23 ابريل. يعني ممكن حد من اللعيبه دي ينضم؟ اكيد احنا ضمينا الفرقتين. وده عظيم. علشان ممكن يحصل تدعيم. عظيم. للاعب او اثنين من الفرقه دي. سؤال حضرتك، هل احنا نستطيع ان احنا نجيب ميداليه في الاولمبياد؟ انا هقول لك ان احنا جبنا ميداليه في الاولمبياد لندن 2012، علاء ابو القاسم جاب ميداليه فضه. بالظبط. وعلاء هو نجم الفريق ولسه متواجد علاء في الشيش. علاء في الشيش. مظبوط. فان شاء الله احنا هنعمل اللي علينا، استعدينا كويس، كل حاجه مظبوطه ان شاء الله يا فندم. طبعا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري للشباب في لعبه السلاح. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للاستاذ عبد المنعم الحسيني، نورتنا في صباح الخير يا مصر. طيب خلينا نروح لموضوع اخر مهم جدا. من يومين افتتحت وزاره التربيه والتعليم مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيس بمحافظه البحيره. المراكز دي عددها دلوقتي وصل ل 57 مركز موجودين في 20 محافظه، والهدف منها ان هم يتبنوا رعايه الطلاب الموهوبين وانهم يدربوهم على المهارات المختلفه وينموها ويشجعوها كمان على الابتكار والابداع. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من استاذ عبير انور مدير اداره الموهوبين والتعلم الذكي بوزاره التربيه والتعليم. صباح الخير حضرتك يا فندم، واهلا بيكي معانا. صباح الخير لحضرتك وصباح الخير على جميع الساده المشاهدين. طيب يعني احنا بالنسبه لنا ده موضوع جديد، يعني ان يكون في اداره خاصه بالموهوبين طلاب الموهوبين، دي حاجه يعني عايزين تفاصيل اكتر عنها. الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي إدارة مستحدثة من 2015 تم إنشائها لرعاية واكتشاف وتنمية الطلاب الموهوبين. من 2015؟ 2015. بناء على الخطة الاستراتيجية للتعليم القبل الجامعي اللي هي 14-30. تم استحداث هذه الإدارة لدعم وصقل قدرات الطلاب وبناء قدراتهم الخاصة بالمواهب المختلفة الموجودة.
من خلال الإدارة تم عمل كثير من الأعمال اللي تساعد وتساهم لدعم الطلاب الموهوبين داخل وزارة التربية والتعليم. أهم حاجة إحنا عملناها إن إحنا عملنا بناء قدرات داخل وزارة التربية والتعليم لخدمة الولاد دول. عملنا حوالي تدريب حوالي 1000 كشاف على إزاي يكتشف، إزاي يرعى، إزاي ينمي الموهبة، وإزاي يتعامل مع هؤلاء الطلاب. عملنا دليل إسرائي للمسؤولين اللي موجودين في الميدان علشان يبتدي يستخدمه، علشان يعرف ايه الاليات اللي ممكن من خلالها يعمل عملية الاكتشاف والرعاية والتنمية، وايه دور كل فرد في المؤسسة التعليمية او خارج المؤسسة التعليمية او دور المجتمع المدني لخدمة ولادنا دول. دي اول شق. الشق الثاني كان عشان تدريبهم لابد من إعداد حقائب تدريبية خاصة بيهم، فبالفعل الإدارة عملت حقائب تدريبية خاصة بالموهوبين وخاصة بالتعلم الذكي، لأن إحنا ما أغفلناش دور التقنية والتقنية الحديثة والتطور التكنولوجي اللي حاصل في خدمة ولادنا الموهوبين والمبتكرين في البحث العلمي في المجال الابتكاري. وبالتالي تم إعداد الحقيبتين لخدمة ومساعدة مسؤولي الموهوبين. طيب. عشان يخدموا ولادنا. حضرتك يا فندم بتقولي إن هذه الإدارة موجودة من 2015. تمام. الإدارة مستحدثة من 2015. إحنا النهاردة في 2021. تمام. وبالفعل دربتوا طلاب. خليني أسأل حضرتك عن عدد الطلاب اللي تم تدريبهم. أنا عايزة أقول لحضرتك. وإيه يعني بعد التدريب كمان إيه اللي بيحصل وإيه الإنجازات اللي عملوها حتى الآن؟ تمام. في بداية العمل بتاعنا إحنا بنعمل يعني بناخد شقين مهمين جدا عندي. الشق الأولاني أن أنا عملت برامج إسرائيلية لتنمية القدرات والمهارات الخاصة بالطلاب. بتتم البرامج الإسرائيلية من خلال تدريب الطلاب دول داخل مراكز الموهوبين. بيوصل عدد الطلاب اللي ممكن يتدربوا خلال السنة، لأن أنا بعمل أكتر من مرحلة للعمل مع الطلاب الموهوبين. مرحلة أثناء العام الدراسي، ومرحلة تانية في نص العام الدراسي، ومرحلة تالتة تدريبهم في الصيف. بس خليني أسأل حضرتك سؤال معلش. يعني الطلاب حضراتكم اللي بتختاروهم ولا هما بيتقدموا؟ أنا هقول لحضرتك. آلية العمل في الإدارة بتتم على شقين عشان الولاد أجمعهم وأفرزهم. بتتم أول حاجة في وجود مسؤول من الموهوبين داخل كل مدرسة. بيعمل لجنة مشكلة من مجموعة من المدرسين المتخصصين في مجال الأنشطة، موسيقى، رسم، صحافة، إعلام، اللي موجودين داخل المدرسة بجانب مدرسة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة. دول بيعملوا فرز مبدئي داخل المدرسة، وبيبتدوا يجمعوا الولاد ويعملوا لهم حاجة اسمها ملف تراكمي. هذا الملف التراكمي بيصاحب الطالب من أول كي جي لغاية المرحلة الثانوية، وبيكون في التعليم الطبيعي زي أمثاله من الطلاب العاديين. جميع الطلاب بيتعمل لهم ملفات. لا خاصة أنا بتكلم الطالب الموهوب. الطالب الموهوب يعني عندنا سين من الناس طالب شاطر جدا. تمام. بيفضل في نفس المنهج ونفس السنين الدراسية لزمايله اللي هم طلبة عاديين. لا يعني ايه بيفضل نفسه؟ حضرتك مجال الموهبة مجال متسع كبير جدا. طيب خليني مش مجرد التفوق هو أحد مجالات الموهبة التفوق. طيب. الدراسي. أنا عايز أدي لحضرتك مثال. أنا ليه سألت السؤال ده؟ احنا من حوالي 3 4 اسابيع كان معانا محمود اشرف طالب في المرحله الابتدائيه من محافظه دقنا، كان معانا على الهواء. تمام. بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه لوالده. كان موجود الحسابية. ايوه بالظبط كده. محمود ووالده انا اسف اشتكوا مر الشكوى ان هم لفوا على كل الناس في الادارات التعليميه في قنا ان حد يهتم بهذه الموهبه. الولد على الهواء سالته مش فاكر 365 في 412 في على حسبهم وهو طفل صغير. تمام. سريعا جدا. تمام. هل الطالب ده يدرس نفس المناهج اللي بيدرسها الطالب العادي ويمشي نفس السنين بتاعه الطالب العادي ولا اخده لوحده اديله منهج خاص بالرياضيات عشان هو متفوق وموهوب فيها وتتراكم معاه لسنين تانية وقلل من عليه المواد الادبيه؟ ما هوش محتاج مواد ادبيه. تمام. ده بيحصل بره. هل احنا عندنا المنظومه دي في مصر؟ لا احنا ما عندناش كده. اقول لحضرتك دلوقتي احنا كان زمان من قبل كده قبل ما نظام يعني نظام التعليم يتغير ودكتور طارق يعمل ده كان في حاجه اسمها الاسراع. الاسراع معناها ايه؟ معناها ان انا ممكن ادمج سنتين في سنه. فيبقى كده ممكن محمود يجي على الصف الخامس ياخد 5 و6 مع بعض. يبقى كده انا دمجت له الدراسه ووفرت عليه سنه في كل المناهج الدراسيه اللي بيدرسها.
ده لاي طالب ولا المتفوقين او بس بشرط طبعا ليها قيود وليها معايير بتقاس عليها. محمود شاطر في الحساب مش شاطر في اللغه العربيه، ما هو ادمج له العربي كمان. ما انا هقول لحضرتك دلوقتي، انا عشان اعمل النظام ده لابد من تشريع، يعني موافقه من مجلس الشعب على تطبيق هذا النظام، لانه هيغير في حاجات كتيره جدا. انا منظومه التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم مسؤوله على الطالب من اول كي جي لغايه مرحله ثانوي. طب اداره الموهوبين هتعمل ايه مع محمود؟ اداره الموهوبين النهارده اداره الموهوبين احنا عرضنا عليه ان احنا نحاول نقدمه لمؤسسات المجتمع المدني. في عندنا مجموعه كبيره من مؤسسات المجتمع المدني بتخدم الطلاب الفائقين دول على مستوى الجامعه وعلى مستوى المؤسسات الفرديه. المجتمع المدني، انا عايز دور وزاره التربيه والتعليم. انا دور وزاره التربيه والتعليم، المجتمع المدني في ناس كتير، انا عايز مصر بلدنا تخدم ناس. مشكله محمود، انا مش محمود بالذات، مش محمود بالتحديد، انا بتكلم على فكره ان طالب. لا ده انا هقول لحضرتك اكتر من محمود. يعني انا عندي اكتر من طالب عايز حاجه اسمها تميز ابتكاري مثلا. عايز لما يخش الجامعه يديله مجموعه من الدرجات تساعده زي التفوق الرياضي. موضوع الدرجات دي طيب، ما احنا مش عايزين نخش في الدرجات. طيب انا عايز واحد شاطر في الرياضيات يطلع يبقى عالم رياضيات. طيب يعني انا انا معيش في نظام التعليم بتاعي ده ما يجيز ده الا بتشريع، وبالفعل قدم مقترح، الوزاره عامله مقترح بده ومعروض للمناقشه وللموافقه عليه. وبالفعل دراسه ده اما يعني عن طريق معلش انا اسف، يعني وزاره التربيه والتعليم ما تقدرش تاخد قرار انها تعمل منهج للمتفوقين لوحدهم؟ لا، وجود مدرسه منهج للمتفوق في حضرتك لوحده. في مناهج للمتفوقين وفي مدارس خاصه بالمتفوقين، ولكن في المرحله الثانويه. في المرحله الثانويه ليه؟ لان بيبدا الولد يتعرف مستواه الحقيقي. يعني محمود لسه في مراحل ابتدائيه من التعليم، فممكن ان انا اعمل له اسراع في ماده او في جميع المواد، بحيث ان هو ياخد سنتين في سنه في الماده دي او سنتين في سنه في المواد كلها. ده موجود دلوقتي إيه؟ ده حاليا اتعمل بيه دراسه واتعمل بيه مشروع قانون علشان يبتدي يتطبق على اولادنا، واحنا مستنيين طيب مجلس الموارد. طيب استاذه عبير، طيب خليني اسال حضرتك عن الخدمات المتاحه واللي بتقدم بالفعل دلوقتي من قبل اداره الموارد. انا الخدمات المتاحه اللي موجوده، انا يعني رد على استاذنا الفاضل ان ده احنا فعلا بنسعى ليه، احنا بنطمح لده، لان اولادنا اللي بيجوا يتقدموا لينا، واحنا معاكم عشان كده اولادنا اللي بيجوا يتقدموا لينا، انا ببقى مش عارفه اعمل له ايه اكتر من اني انا اقدمه للجهات المعنيه. يعني اقدر اعمل ايه؟ اقدر اتواصل مع الجامعه واقول له انا عندي طالب متفوق متميز وانت اديله الرعايه بتاعتك، تمام؟ لان كل واحد ليه مجاله في التنميه والرعايه، ما اقدرش انا اتخطاه، ولكن انا بحاول اعرض الولاد دول على الاساتذه المتخصصين في يعني الجامعات. افهم من كلام حضرتك ان لو طالب متفوق رياضيا مثلا بتعرضه على وزاره الشباب والرياضه، الحاجات الرياضيه اللي ممكن تساعده وتنمي فيه ده، بس ده بشكل ايه؟ بشكل اجتهاد فردي مني كاداره. يعني مثلا في محافظه الاسكندريه عندي ولاد زي الفل في التربيه الرياضيه وفي رياضات معينه، فبيعمل ايه المسؤول الموهوبين هناك؟ بياخد الولاد للاتحادات المختلفه للرياضات دي وبيعرض ولاده ليهم. انا بالنسبه لي في وزاره التربيه والتعليم بيبقى فرز مبدئي علشان اصعدهم للاماكن دي، وبالفعل بيحققوا ميداليات. عارفه يا استاذه عبير انا بحلم بايه؟ بتكلم جد والله. يبقى عندي واحد شاطر في العلوم، فتروح الدوله واخداه او وزاره التربيه والتعليم او المدرسه تخليه يذاكر علوم من سنه لغايه سن الالتحاق بالجامعه، وتزود له المعرفه وتقلل له من المواد الادبيه. تمام. واللي شاطر في الرياضه تخليه يدرس حاجات ليها علاقه بالرياضه وتقلله من المواد العلميه والادبيه. تمام. عشان مش كل الناس تطلع دكاتره ولا كل الناس تطلع مهندسين. تمام. ويبقى عندنا اللي عايز التفوق الرياضي والتفوق الابتكاري عشان كلهم يخشوا الطب كمان او يخشوا هندسه، وفي الاخر ما يفلحش لا في الطب ولا في الهندسه. وانا ضيعت على نفسي ميداليه اولمبيه من بطل كان عنده استعداد رياضي وجسمه كويس، او ضيعت على نفسي اينشتاين طالع بيعرف يحسب كويس، او ضيعت على نفسي واحد عنده افكار علميه. كل ده بيتطور في خلال السنين اللي من سن مثلا 6 سنين لغايه سن 16 سنه. ما هو انا لو ال10 سنين دول لو انا ما بنيتش فيهم في وزاره التربيه والتعليم هضيع على نفسي ابطال في جميع المجالات وعلماء. تمام، انا متفقه معاك تمام الاتفاق. وعلى فكره انا برضو عشان ردا على استاذتنا الفاضله في سؤالك، ايه اللي بتعمله الاداره حاليا؟ كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا بقالي 5 سنين فقط في وزاره التربيه والتعليم.
طبعا تحت رعاية الدكتور طارق. دكتور طارق بيدينا الفرصة لعمل كثير من الخدمات اللي ممكن تأدي ده للطالب. اللي حضرتك بتقوله ده اسمه الاستعداد الأكاديمي، وده مشروع بالفعل احنا حاليا عظيم بدراسته في الإدارة. عظيم جدا. اللي فيه بنعمل ايه؟ بنفرز الطلاب ونطلع منهم القدرات والإمكانيات اللي يقدر يعملها، عشان بعد كده مستقبلا اقول ده ولا ده متفوق رياضي ولا متفوق في العلوم ولا متفوق في الجغرافيا ولا متفوق في التاريخ ولا في الرياضيات. يعني انا بصنف الولد واستشف قدراته قدام وابتدي احطه في مجاله علشان اعمل له التنميه اللي تساعده قدام عشان يبقى متميز زي ما حضرتك بتقول. فندم هي تفاصيل كتير جدا الرياضة. لكن اعذريني المقاطعه دلوقتي، جه ميعادنا مع موجز لاهم الانباء، فبنشكرك طبعا. شكرا جزيلا يا فندم. الاستاذ عبير انور الله يخليك. نورتينا يا فندم. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. مشاهدينا الساعه 9 خلينا نروح لموجز لاهم الانباء مع دينا شرف. دينا شكرا لك. جمانه 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من تلفزيون مصري، اهلا بكم. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح خلال ساعات مجمع الوثائق المؤمنة الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تنفذها الدولة، ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة والحفاظ على أي بيانات تسهم في التيسير على صانع القرار اتخاذ قرار بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التغير المناخي يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الإفريقية خسائر هائلة نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة. وخلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع رفيع المستوى نظمه بنك التنمية الإفريقي، أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلا عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ. كما أشار الرئيس إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشروع، والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة. كما التقى الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، ودعا لزيادة استثماراتهم في المشروع، موجها بتذليل أي عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الإنتاج الزراعي لمشروع مستقبل مستقبل مصر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي لم تحقق تقدما ولم تفضي إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددا عن غياب الإرادة السياسية لدى أثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدا. جدد مجلس الوزراء السعودي مساندة المملكة ودعمها لمصر والسودان ولأية مساعة تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه ويخدم مصالحها وشعوبها معا.
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وصرح المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ أن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيقة ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة التي يقوم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية، فضلا عن الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق وضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاء للمصلحة اللبنانية وسعيا نحو مستقبل يحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية بما يملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار. أعلنت وزارة الصحة خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157,006 حالات. وفي بيان الوزارة اليومي أعلن تسجيل 778 حالة إيجابية جديدة و43 حالة وفاة. أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من حقه في الصحة والمسكن والحياة الكريمة وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية لمحافظة سوهاج لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة. وبدأ الوفد زيارته باستعراض محافظ سوهاج طارق الفقي مشروعات مبادرة حياة كريمة في المحافظة والتي تشمل 7 مراكز تضم 181 قرية، مؤكدا أن المبادرة تستهدف إحداث تطوير شامل وطفرة تنموية في الريف المصري. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا المستمره لغايه الساعه 10 صباحا. هنتقل دلوقتي لملف مهم جدا وموضوع مهم جدا، هو ملف الامن الغذائي، واللي بيعتبر طبعا من الملفات المهمه جدا اللي القياده السياسيه بتهتم بيها هذه الفتره. عشان كده الدوله بتشتغل على انجاز مشروع مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي في الصحراء الغربيه، وده طبعا جزء من المشروع العملاق الدلتا الجديده، واللي بيستهدف توفير منتجات زراعيه بجوده عاليه واسعار مناسبه وايضا تصدير الفائض للخارج. مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي بالصحراء الغربية هو أحد أهم المشروعات التنموية الواعدة التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يقع مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديدة، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق، ويبعد 30 دقيقة من مدينة 6 أكتوبر، حتى جاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مشروع الدلتا الجديدة باستصلاح أكثر من 1,000,000 فدان، ليدخل مشروع مستقبل مصر بمساحة 500,000 فدان ليشمل مشروع شرق الدلتا الجديدة. ويتميز مشروع مستقبل مصر بموقع يجعله مقصداً زراعياً للمستثمرين والمزارعين، حيث يقع على محور الضبعة بالقرب من مطاري سفينكس، برج العرب ومينائي الداخلية الأسكندرية. ويوفر المشروع حوالي 7,000 فرص عمل مباشرة وأكثر من 200,000 فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين. ويحقق المشروع الاستغلال الأنسب للمياه من خلال إجراء تحاليل دورية لقياس ملوحة المياه وربطها بأنواع الزراعات المناسبة،
كما يسعى المشروع لتوفير الميكنة الزراعية بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العملية الزراعية المختلفة بجودة عالية. أهلا بكم مرة تانية. معنا دلوقتي على التليفون الدكتور محمد عزت، المنسق الفني للفرق البحثية لمشروع محور الضبعة ورئيس قسم الأراضي بمركز بحوث الصحراء. صباح الخير دكتور محمد، أهلا بك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ حسام، صباح الخير أستاذ جمانة، يوم سعيد على مصر إن شاء الله. آمين يا رب. دكتور محمد، عايز أتكلم مع حضرتك على مشروع الدلتا الجديدة وتحديدا ما قام بافتتاحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، مستقبل مصر. المشروع كبير وفيه تفاصيل كتيرة جدا، فعايز أعرف من حضرتك المراحل، يعني إحنا عندنا مستقبل مصر فيه كام فدان، ومستقبل مصر ده كام جزء من دلتا الجديدة؟ هو مبدئيا حابب أؤكد على أن القطاع الزراعي طبعا في الفترة الأخيرة في ظل توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس لقى عناية ورعاية خاصة من خلال تدشين عدد من المشروعات القومية العملاقة، يمكن آخرها كان مشروع دلتا مصر الجديدة. وفي خلط عند كتير من الناس، المشروع زي ما أطلقه فخامة الرئيس بيمتد على ما يفوق مليون فدان على محور الضبع الجديد. الشق الشرقي منه مشروع قائم بذاته، هو مشروع مستقبل مصر على مساحة تزيد على 500,000 فدان، بيعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية يعني في ري الحاصلات الزراعية. دلتا الجديدة مليون فدان، مستقبل مصر 500,000 فدان من المليون، وبتعتمد على المياه الجوفية في ري الحاصلات الزراعية. الجزء الغربي من الدلتا، وهو الدراسة اللي أنا كنت أنا وزميلي مسؤولين عنها، بتمتد على مساحة 688,000 فدان، بتقع على محور الضبعة مباشرة بطول 35 كيلو، وبتمتد لعمق الصحراء الغربية بعمق 65 كيلو. في الحقيقة المساحة كانت في البداية حوالي 300,000 فدان زي ما 362,000 فدان زي ما القوات المسلحة حددتها لنا في البداية، ولكن احنا من خلال الدراسات الاستطلاعية المتتالية قدرنا ان احنا نزود امتدادات لهذه المساحة لحد ما وصلنا ل 688. خليني بس اقول لك ان الجميل في المنطقة الجديدة اللي احنا اضفناها لمساحة مشروع مستقبل مصر عشان تكون لنا الدلتا الجديدة، هتروى ري سطحي في محطة خلط ومحطة رفع مياه، هتقام على طريق وادي النطرون العالمين بطاقة 6 مليون متر مكعب يوميا. هنبدأ نجمع المياه، مياه الصرف الزراعي، مياه الصرف الصحي، ونعملها معالجة 5 مليون متر مكعب، بالإضافة لمليون متر مكعب هنبدأ ناخدها من ترعة النصر في غرب الدلتا. 6 مليون متر مكعب كتوجيهات سيادة الرئيس لينا، نبحث عن الموارد الأرضية اللي هتبقى مناسبة للري بهذه كميات المياه المتوفرة، اللي على فكرة هتكون بجودة عالية جدا. طيب يا فندم، ده اللي يخليني أسأل حضرتك، يعني المواطن دايما لما بيسمع كلمة استصلاح أراضي بيبقى فيه في دماغه أسئلة كتير جدا، يا ترى تكلفة استصلاح الفدان قد إيه في المنطقة دي؟ طب يا ترى الفدان اللي بيتم استصلاحه ده بيبقى مصادر المياه ومصادر ريو إيه؟ الفدان كمان المستصلح، المحاصيل اللي بيتم زراعتها فيه ايه هي، وهل بتطلع بنفس الكفاءه والجوده اللي بيتم زراعتها في الفدان الطيني؟ اكيد ثلاث اسئله مهمين جدا حضرتك طرحتيهم. الشق الاول من السؤال مصادر المياه. مصادر المياه زي ما كنت بستطرد وبقول هي مياه سطحيه ناتجه عن معالجه مياه الصرف الزراعي، بالاضافه للمياه العذبه المتدفقه من احد فروع نهر النيل، وهي تكفي لزراعه من 300 ل 400,000 فدان في هذه المنطقه. الشق الثاني جوده الحاصلات واختيار التراكيب المحصوليه الانسب. حقيقي هو ما هوش قرار فني فقط، يعني انا من خلال دراسه الاراضي اللي احنا اجريناها ممكن نحط تراكيب محصوليه ينقصنا بس الضلع الثالث من المثلث، وهو تحديد جوده مياه الري اللي هتوصل للارض. بيانات المناخيه موجوده، صفات التربه موجوده، عايز اعرف بيانات محدده عن الميه اللي هتوصل اقدر احط لك تراكيب محصوليه، بس مش ده بس اللي هنعتمد عليه في تحديد التراكيب المحصوليه اللي هتنافس بيها الاسواق، لانه يعني عشان نكون واقعيين هو قرار
سياسي استراتيجي. مصر بتعاني فجوات كتيره جدا في حاصلات معينه زي المحاصيل الزيتيه، المحاصيل السكريه. ازاي هنبدا نتواصل مع الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي هم دندن الى جنب معانا في كل خطوه من خطوات الدراسه، ونبدا نحط قرار ان الارض دي انسب حاجه ليها اقتصاديا وفنيا تزرع بكذا. خليني برضو اكرر لك مقوله مشهوره، المشاريع القومية اللي بتحقق بعد أمني في سد الفجوة الغذائية اللي بنعاني فيها مصر ما بنركزش قوي على الجدوى الاقتصادية فيها بقدر ما بيهمنا تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب المصري. توفير الأمن الغذائي، يعني أفهم من كلام حضرتك يا فندم في يعني تحديدا في النقطة دي إنه الأرض المستصلحة ممكن يتم فيها زراعة أي محصول، لكن احنا تحديدا في هذا المشروع عشان احنا بنطمح لتحقيق الامن الغذائي فده بيجي حسب اللي مصر او السوق اللي بينقصه، مظبوط؟ بالضبط. هناك معايير كتير جدا سياسيه واقتصاديه بتحكمنا في هذا الموضوع، بس عايز ابشرك ان الارض الجديده اللي درسناها على اعلى درجه من الجاهزيه والملائمه لزراعه قطاع جدا من المحاصيل بمختلف انواعها. الأرض ذات قطاع تربة رملي مفتوح عميق دون وجود أي محدات، طبقات صخرية أو طبقات صماء تحول دون استمرار الجذور النباتية أو الصرف الزراعي. المنطقة على درجة عالية جدا من الاستواء السطحي، طبوغرافيتها رائعة جدا، نسب الملوحة ونسب الجير في حدودها الدنيا. بصراحة كانت من أكثر المناطق الصحراوية جاهزية اللي الواحد عظيم ممكن درسها في حياته. طيب، وكانت مفاجأة لنا كلنا. دكتور صراحة محمد، الفدان زي ما قال الرئيس امبارح عشان يتم استصلاحه أو زراعته بياخد، دكتور محمد حضرتك معايا، 200 ألف جنيه 200 ألف جنيه للفدان الواحد، مظبوط؟ بالظبط بالظبط. طيب الناس بعد ما تسمع ان الفدان بيكلف 200 ألف جنيه هتقول طيب هو احنا بندفع الفلوس دي كلها والفدان ده بيطلع لنا قد ايه؟ يعني الفدان اللي كان في الدلتا القديمه او في الارض الطينيه اللي بتتزرع مباشره من النيل بيعمل تقريبا في حدود 20 أرداب بقمح في المتوسط، ولو تمام هنزرعه طماطم بيطلع 3 طن طماطم. تمام. طيب في الناحيه الثانيه في دلتا الجديده او في مستقبل مصر بيطلع قد ايه الفدان في الارض اللي بيتصرف عليها في الفدان 200 ألف جنيه؟ بأكد عليك المعلومة تاني، الدولة هتتكفل بشكل كامل جميع البنية التحتية والمرافق. لا بعيدا عن تكفل الدولة ده احنا طبعا متأكدين منه، انا بتكلم بس على الانتاجية في المحصول. لا لا لا، يعني الأراضي الصحراوية أكيد هي أفقر في خصوبتها من الأراضي الطينية الثقيلة، بس برضو عايز أبشرك بحاجة تانية جميلة، إن منطقة الدراسة اللي احنا درسناها بتعتبر أحد فروع نهر النيل القديم، واحنا من خلال دراستنا وجدنا طبقات طينيه موجوده في باطن قطاعات التربه، يمكن بعد خلطها بالحرث العميق ممكن نحصل على قوام جديد يقارب الى حد كبير جدا الاراضي الطينيه. يعني احنا بنتكلم مثلا ان احنا ممكن نطلع متوسط في الفدان من 15 ل 20 أرداب قمح مثلا في الارض الجديده؟ لا، من 2 ل 3 طن طماطم؟ يعني وقد يفوق، لان الاراضي الجديده بيميزها الانعزال البيئي وعدم وجود ملوثات موجوده فيها، فثلاثه طن دول ممكن يزيدوا بالنسبه للطماطم في الارض، ممكن يزيدوا لان اراضي عظيم. بكر اراضي خام لم تطلها يد التلوث. عظيم. ده المعلومه اللي كنت عايز اوصل مع حضرتك بيها، لان الكلام كان امبارح من متخصصين ان دي الاراضي جديده، فممكن في بدايه الاستخدام او في اكتر من 10 20 سنه تبقى بتخدم اكتر لانها ارض بكر اكتر من الارض اللي استهلكت على مدار الاف السنين بتزرع، واراضي واعده، واهم ما يميزها الانعزال البيئي اللي هيميزها حتى عن الاراضي الطينيه الثقيله اللي ممكن تكون بعض الملوثات طالتها عبر السنين السابقه. طيب دكتور محمد اسمح لي اسال حضرتك، يعني حضرتك اتكلمت عن انه بيبقى فيه طرق ري جديده ومصادر مختلفه للمياه، عايز اسال حضرتك هل خبرائنا في مركز البحوث شغالين على استنباط مثلا بذور جديده تصلح للتربه والملوحه والميه هناك؟ لان حضرتك اتكلمت عن انه نقاء الميه او درجه وملوحه المياه بتفرق بشكل كبير في المحصول، في جوده المحصول. لاحظي ان انا قلت لك ان برضو المنطقه من اميز ما فيها ان نسب الملوحه والجير ونوعيه الاملاح في حدها الدنيا، فمش هتقابلنا معوقات كبيره في اختيار الاصناف اللي هنزرعها، ولكن احنا عاكفين حاليا يعني بتكليف برضو من فخامه الرئيس جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مع
وزاره الري مع مركز بحوث الصحراء اللي انا بتشرف بالانتماء ليه لاختيار تركيب محصوليه بتتمتع بقصر دوره حياتها ومقاومتها للاجهاد الملحي وشح المياه في هذه المنطقه. ودوت بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه زي القمح وغيره. انما برضو قرار اختيار المحاصيل مش هيبقى قرار فني فقط، احنا هننتظر لحد ما يبقى في قرار مبني على توجه استراتيجي قومي، احنا هذه المنطقه هنعمم فيها زراعه ايه بالظبط وهنركز عليه بالظبط، مواكبه الاسواق المحليه والعالميه، لان جدوى الاقتصاديه من المشروع امر مهم يجب اعتداد به. طبعا يعني دكتور محمد عزة المنسق الفني للفرق البحثية لمشروع محور الضبعة ورئيس قسم الأراضي بمركز بحوث الصحراء، كنت معنا يا فندم عبر الهاتف في صباح الخير يا مصر، بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا في صباح الخير يا مصر. طيب مكملين مع حضراتكم فقرتنا في صباح الخير يا مصر. في بداية الحلقة ومن امبارح الصراحة طرحنا على حضراتكم سؤال خاص بالحضارة المصرية القديمة، ازاي نقدر نخلي اولادنا تتعرف اكتر على الحضاره المصريه القديمه وتهتم بتاريخ مصر في سابق العصور. حقيقه في تجربه مهمه بدات من سنين وكان ليها ردود فعل ايجابيه جدا، ممكن تكون جزء من حل او تكون هي الحل، خصوصا ان في بروتوكول تعاون لدمج الاثار بالمناهج. التجربه دي بتقوم بها اداره التنميه الثقافيه والوعي الاثري. عشان كده هنتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتورة رشا كمال مديرة إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير يا فندم وأهلا بيكي على صباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا بيكم نورين. طيب هكلمك بكل صراحة، إدارة الوعي الأثري مش ناس كتير تعرف عنها، فاشرح لنا الأول إدارة الوعي الأثري إيه دورها وإزاي بتزود الوعي عند المصريين بالآثار، خصوصاً إن إحنا عندنا يعني وعي آخر بالآثار شبه أحمد بيحب منى وللذكرى العذاب ونكتب على الأثر ونتصور فوق التمثال، يعني في عندنا للأسف بعض من المصريين ما بيحترموش الآثار، فإيه دور إدارة الوعي الأثري؟ طبعا دور الإدارة كان في البداية خالص إنها تعمل عملية حصر وتقييم لكل البرامج اللي بتقدم في مجال الوعي الأثري من خلال المتاحف والمناطق الأثرية، وبالتالي ابتدينا نحط خطة ومنهجية بتتفق مع أهداف التنمية المستدامة ومع رؤية مصر 2030. الكلام ده كان من 2016، فابتدينا نركز على ثلاث نقط مهمين جدا، فكرة العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وده خلانا فعلنا ولأول مرة برامج خاصة بالمرأة. الأول كان فيه برامج بتحصل لمرة واحدة وبدون منهجية وما بتتصفش بالاستدامة. فابتدينا كمان لما ناخد فئة زي الصم يشتغلوا فعمل لوحات مجسمة يستفيد بيها المدفوفين. فأنا هنا عملت عملية دمج مش مع الشخص المبصر والغير مبصر، لا ده انا عملت عمليه دمج كمان مع فئتين، وفكره ان انا اوفر لهم لكل فئات وشرائح المجتمع المختلفه فرصه ان هم يشتركوا في البرامج. اهتمينا كمان بهدف مهم قوي في رؤيه مصر 2030 وهي المعرفه والابتكار والبحث العلمي. هنلاقي ان طنطا، متحف طنطا عمل مؤتمر رائع، الكلام ده كان في 2016، كان بيتكلم عن الروبوت الإنسان الآلي، لأن المتاحف بره ابتدت إنها تجيب الروبوت يستقبل الجمهور. فمن هنا ابتدينا بالتعاون مع مراكز الاستكشاف إن هم ييجوا الأطفال ويبتدوا يعرضوا الأبحاث والاختراعات بتاعتهم. دايما المسابقات بتاعتنا بتبقى مرتبطة بيوم العالمي للتراث، بيوم العالمي للمتاحف، وبعض المناسبات والفعاليات على هامش الاكتشافات. فدايما بنطلب جزء إن هو للبحث العلمي وإن هو يبتدي إن هو يدخل ويدور. كان مهم كمان من ضمن أهداف التنمية المستدامة رفع الوعي البيئي، زي ما قمنا بعمل مع الأطفال إن هم يزرعوا بشكل دوري
أشجار المورينجا في المتحف المصري، زي في السويس، زي في عدد كبير قوي من المتاحف. فهنا كان تقييم من أجل التقويم، لأن كتير قوي من الناس بيتخيلوا أن البرامج الخاصة بينا هي مجرد زيارات عادية غير ممنهجة، داتا أثرية رتيبة، ممكن ورشة عمل ولاد أطفال بيلعبوا بصلصال. في ناس ما تبقاش عارفة كمان أنه يمكن إحنا بنخاطب كل شرائح المجتمع المختلفة. طبعاً اللي متابعنا ومتابع الويب سايت بتاع الوزارة، متابع صفحات التواصل المجتمعي، السوشيال ميديا، هيقدر يوصل لإيه اللي بنعمله. وإحنا دلوقتي بصدد كمان إصدار كتيب بيتكلم على منهجية العمل، سواء في مجال الوعي السياحي والوعي الأسري. طيب دكتور، دكتور رشا، طبعاً يعني صباح الخير أولاً على حضرتك، لكن خليني أسألك حاجة. أهلاً بيك يا فندم. أنا أحكي لك عن تجربتي أنا الشخصية. يعني أنا ما كنت حتى في ثانوية عامة، أنا ما كنتش من الشخصيات اللي تعرف تذاكر التاريخ، كان لازم أقعد أسمعه كحكاية من حد بيفهم في التاريخ. فعايزة أسألك دلوقتي، إحنا عشان كمان نزود الوعي عند أطفالنا بتاريخ وحضارة مصر، لازم تكون كمان أولياء الأمور عندهم بعض الثقافة وبعض الوعي بهذه الحضارة. إحنا حضرتك كلمتي عن بعض الجهود، إن كان كتيب أو إن كان سوشيال ميديا، ولكن برضو محتاجين يكون في حاجة تقرب الناس، تبقى عندهم شغف إن هم يسمعوا. فدي ممكن تحتاجي وجود أشخاص ملمين بهذه الحضارة، يكون عندهم ملكة الحكي، حكائين، أو عندهم ملكة إن هم يوصلوا المعلومة بشكل سلس. المثال اللي أقدر أسترشد بيه هو البرنامج اللي بتقوم بيه القاهرة التاريخية، إدارة الوعي الأسري بالقاهرة التاريخية، بتدرب في السنة حوالي من 3-4 آلاف طالب جامعي في تخصصات الأدب آثار وأدب تاريخ ومجال الآثار ومجال الإرشاد السياحي. فالطلبة الجامعيين بتقوم بتدريبهم على الشرح تحت اسم مبادرة اسمها أصلك أثرك. وبعد كده بيتم الاستعانة بيهم في ان هم يشرحوا معاهم لطلبة المدارس، وبيتم حفلة نهائية في اخر كل عام وبيتم تكريم الطلبة. طبعا مهم جدا كمان بالنسبة لأولياء الامور ان هم يبقوا فاهمين المردود التعليمي والإفادة اللي بيستفيد بيها اولادهم. فنلاقي برنامج مثلا كنا كده اطلقته الوزارة العام الماضي تحت اسم حامي الأثر. فلما ألاقي ابني جاي بتستضيفه الوزارة في أكبر قاعة، قاعة أحمد كمال باشا في الوزارة اللي بيلقي فيها محاضرات علماء الآثار، وابني قاعد وفي البرزنتيشن متجهزة بيبتدي إن هو يشوفها. وكنا قصدين إن إحنا يتم دعوة الأولاد بأولياء أمورهم بحيث يشوفوا المجهود اللي بيبذل. عايز أقول إنه طبعاً كان في زيارات بقى مرتبطة لأماكن كتير، منها المتحف المصري. كان قائد الحرس رحب بالولاد وابتدى يتكلم في معلومات كمان مهمة جداً، وهي ان انت لو تهت مثلا لازم تسال حد لابس زي، ما تسالش شخص عادي. ابتدينا كمان نتكلم على الرولز الموجوده في المتحف اللي يجب اتباعها، وازاي اقدر عن طريق اتيكيت بالاتيكيت ان انا انبه لو شفت حد بيعمل شيء غلط. هنا اتحول اولياء الامور من حضورهم البرنامج التدريبي بتاع اطفالهم لاصدقاء ومتطوعين، لدرجه احنا اتفاجئنا ان احنا واحنا بنكرم عاملين شهادات تقدير للاولاد ان اولياء الامور هم اللي جايين يكرمونا ويعملوا لنا شهادات تقدير وطبعينها على حسابهم، ان هم عاملين الاي دي، تصميمات الاي دي اللي هي فيها الحامي الأثر، عاملين لنا مفاجاه اللي الولد كل ولد بيبتدي ان هو يلبسها ويبقى مكتوب عليها اسمه انه حامل اثر. قعدوا اشتغلوا جرافيك وصمموا ده. فهنا فكره انه الاثر ما يبقاش عائق للمجتمع، لكن بيقدم له افاده، بيوفر له احتياجاته سواء للاسره سواء للمجتمع بشكل عام. طبعا يا فندم احنا بنشكر حضرتك على كل هذه المعلومات والايضاحات. دكتوره رشا كمال، مدير اداره التنميه الثقافيه والتواصل المجتمعي بوزاره السياحه والاثار، شكرا ليكي يا فندم، نورتينا في صباح الخير يا مصر. نروح لدينا سريعا عشان دينا معاها آخر أخبار الطرق والمحاور والمرور في شوارع القاهرة. فعلا حسام، خلونا دلوقتي نتعرف على حالة المرور، خاصة أن الأمياء كانت وصلت لحد ميدان العباسية. تعالوا نشوف وصلت لحد فين. معانا مراسلة التلفزيون المصري الأمياء حمدين. صباح الخير يا الأمياء مرة تانية. بصبح عليكي مرة تانية دينا ولا حسام وجمانة وكل زمايلنا وسادة مشاهدي، صباح الخير يا مصر. الحقيقة أنه الحالة المرورية يعني أخبارها ما بتخلص، دايما بتبقى مختلفة. إحنا دلوقتي في وسط البلد في شارع شريف بنتابع الحالة المرورية، لكن خليني أقولك غير أنه في سيولة مرورية زي ما الصورة بتوضح لنا أنه طول الوقت في خدمات مرورية
مش بس في وسط البلد انما في شوارع تانية مختلفة للحفاظ على سلامة الجميع. خلينا نتكلم على كمان الإدارة العامة للمرور لما بتعمل حملات بتبقى مفيدة جدا للكشف على سلامة الإطارات، وكمان المواقف العشوائية اللي كلمنا فيها في اللقاء السابق انه في ميكروباصات اللي بتقف بشكل عشوائي وبتعطل حركة سير السيارات. في طبعا حملات بتنزل علشان تضبط المواقف العشوائية للحفاظ على سلامة الجميع من الأخطار. كمان تم الدفع بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات المختلفة والدرجات البخارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية للحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف على متعاطي المخدرات، والدفع طبعا بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث. يعني لازم نأكد على الأخبار دي، ولازم نأكد كمان للناس على ارتداء الكمامات لو معنا ناس في العربية، لازم حزام الأمان نكون ملتزمين بيه للحفاظ على سلامتك. لازم كمان نبقى يعني بنحافظ على سرعتنا على الطرق المختلفة، لأنه في كاميرات وبيبقى فيه طبعا لجان سواء ثابتة أو متحركة علشان نضبط السرعة بتاعتنا لسلامة الجميع مش بس سلامتنا احنا كمان. خلينا نتكلم على محور 26 يوليو، انتظمت عليه الحركة المرورية دلوقتي بشكل كبير في سيولة المرورية في 15 مايو، وكمان كوبري اكتوبر. يعني يمكن هي طلعته من التحرير هي اللي فيها بعض التكدسات، لكن بعد كده بتبقى في سيولة مرورية كبيرة. شاهدناها في غمرة لما نزلنا في غمرة والظهر كانت في سيولة مرورية كبيرة وفي تنظيم في حركة المرور بشكل كبير. كمان خلينا نأكد على الناس لو في أي أعطال أو مشاكل في العربية بتاعتنا بنركن ونتصل بسيارات الإغاثة المرورية، بلاش نقف نبص على العطل اللي موجود في العربية أو نستعين بأي حد تاني في العربيات التانية علشان ما نعطلش سير الحركة المرورية. إليك دينا. شكرا لك يا لمياء حمدين مراسلة التلفزيون المصري على التوضيح لبعض الطرق والمحاور في مصر النهارده الصبح، لكن واضح ان في سيوله مرورية. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه ونكمل فقرات صباح خير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية في الجزء الاخير من حلقه النهارده. بصراحه احنا زي ما قلنا لحضراتكم احنا مهتمين بشكل واضح جدا في الحلقه دي بالجانب الخاص بالاثار والسياحه في مصر. سؤال الحلقه النهارده كان ازاي نخلي اطفالنا وطلبه المدارس يكون عندهم اهتمام اكبر بالحضاره المصريه القادمه. على الجانب الاخر الاهتمام ده هيولد كوادر قادرة على خدمة الآثار وتقديم خدمات للسياحة القادمة لمشاهدة هذه الآثار. عندنا حدث كبير جدا العالم ابتدى يتكلم عنه. احنا مش هدفنا ان احنا الناس تتكلم عننا وخلاص، لكن هدفنا في الأول وفي الآخر هو الترويج للسياحة المصرية واحترام الملوك العظام وأيضا الإعلان عن وجود متحف جديد. احنا وصلنا لمرحلة قوية جدا الحمد لله بعد يعني ضربات كانت في خلال آخر 10 سنين متتالية للقطاع السياحي. عندنا حدث نقدر نبني عليه وعندنا أحداث قادمة منها نقل متعلقات توت عنخ آمون من المتحف المصري إلى متحف المصري الجديد، وعندنا أيضا افتتاح المتحف المصري الجديد، وعندنا الحق يتقال أكتر من متحف اتفتح. عندنا شرم الشيخ، عندنا غردقة، عندنا متحف الحضارة، عندنا المتحف المصري الجديد سيتم افتتاحه، وهناك أيضا بعض المتاحف في صعيد مصر تم افتتاحها في الفترة الماضية وتم تجديد بعضها. إزاي نبني على اللي حصل ويكون عندنا حملة دعائية قوية للسياحة المصرية، مش بس سياحة الآثار لكن أيضا السياحات الترفيهية وأنواع السياحة الأخرى. عشان كده احنا معانا في الاستوديو دلوقتي المهندس احمد يوسف رئيس هيئه تنشيط السياحه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. احداث كتيره جدا مرت بيها مصر في خلال اخر 10 او نقدر نقول 11 سنه اثرت على السياحه بالسلب بكل تاكيد، بعيدا عن الخوض في كل الاحداث السياسيه، لكن القطاع السياحي تاثر في مصر في هذه الفتره. ابتدينا نشم نفسنا شويه وابتدى يبقى عندنا متاحف وابتدى يبقى عندنا احداث احنا بنخلقها. يعني حدث نقل المومياوات احنا اللي عملنا الحدث ده، من فكره نقل المومياوات الى حدث عالمي يتحدث عنه ازاي الناس. ازاي اقدر ابني دلوقتي حمله دعائيه قويه
عشان أجيب سياح يجوا لمصر؟ خلينا الأول نتكلم على الموقف قبل الكورونا بالضبط كان عامل إزاي. زي ما حضرتك قلت، إحنا قطاع السياحة هو دايما بيدفع ثمن أي نوع من أنواع الاضطرابات السياسية وغير السياسية في أي دولة من الدول. هو قطاع مهم وحيوي، واقتصاديا دايما كان في الانتاج الكلي العام بيلعب دور ما بين 10 و15% من الانتاج الكلي، زيه زي الصناعة والزراعة مثلا على سبيل المثال. مظبوط. لكن مشكلته ان هو حساس جدا تجاه الاخبار السلبية بشكل عام، ومع ذلك من افضل القطاعات اللي بيتم التعافي بتاعها سريعا في مصر بعد اي يعني ازمة بتحصل. وده دليل على قوة المنتج السياحي المصري وقوة ما نملكه، مش بس من شواطئ وآثار وأماكن ثقافية. الجو عندنا جميل، عندنا فنادق على أعلى مستوى بمختلف الدرجات الموجودة، المطارات وما تم تطويرها الفترة اللي فاتت، تطوير الأسطول الجوي وهكذا. لأن في الآخر هذا قطاع يعتمد على كل قطاعات الدولة وبيدي كل قطاعات الدولة اقتصاديا. يعني 2019 كان معدلات التعافي ممتازة، وصلنا ل 13 مليون سائح و 2 من 10 أو 3 من 10، لكن بمدخولات سياحية الأعلى في تاريخ السياحة في مصر. فمعنى كان نوعية السياح اللي كان بيجي كمان كان الصرف بتاعه ومعدل الإنفاق بتاعه دخل دولاري كويس. دخل الدولاري طبعا، ودي إحصائيات من البنك المركزي، فدي حاجة كويسة. احنا كنا على الطريق الصحيح، وكان يناير وفبراير سنة 2020 ما لدينا من إحصائيات بيقول ان احنا كنا 25% أكتر كمان من 2013 من يعني من 2019 من ناحية عدد السياح. فمعنى كان ان احنا 2020 كان المفروض ان احنا نعمل ارقام الاعلى في تاريخ مصر مدخولا واعداد سياحه. طبعا جت الكورونا والعالم كله توقف بدايه من فبراير او مارس، يعني حسب الجائحه ظهرت في اي دول، وبعدين بدا العالم يفتح مره ثانيه في الصيف اللي فات، وبدا يغلق ثاني مع الموجه الثانيه من الكورونا. اللي انا عايز اقول عليه ان احنا في مصر أغلقنا الفترة الأولى، لكن أخذنا إجراءات احترازية جيدة جدا على جميع مستويات الدولة، وحتى قبل ما نفتح سياحة تاني في 1/7 بالنسبة للسياحة الأجنبية، وفي شهر مايو بالنسبة للسياحة الداخلية. كان في تعاون جيد جدا مع وزارة الصحة والتعليمات بتاعت وزارة الصحة، علشان لما نيجي نفتح مرة تانية يبقى إجراءاتنا الاحترازية بالفعل في كان في إشادات دولية صحيح بالإجراءات اللي بتتم في مصر، بدليل ان احنا قدرنا نسيطر على المرض الى حد كبير قوي، وبدأت الدولة تفتح في جميع قطاعاتها. النهاردة ما زال القطاع احنا في مرحلة تعافي، لكن على فكرة وضعنا افضل كتير جدا من دول سياحية اخرى عندها اغلاق تام. ودول اوروبية لغاية النهاردة عشان تنزل تروح سوبر ماركت لازم واحد من افراد الاسرة وياخد تصريح، وليها اجراءات تانية كتير. فانا شايف ان الدولة المصرية نجحت بامتياز في ادارة الازمة، والموضوع ده ادى الى ان احنا نقدر نكمل حياتنا بافضل طريقه ممكنه في الظروف اللي احنا موجودين فيها. طيب باشمهندس، خليني اسال حضرتك حاجه. يمكن حتى من قبل ازمه كورونا صحيح انه حصل تعافي الى حد كبير في قطاع السياحه من 2019 زي ما حضرتك اتكلمت، لكن احنا كان عندنا مشكله. يعني مصر طول عمرها بتمتلك الاثار اللي موجوده، وطول عمرها عندها الشواطئ اللي موجوده. يعني يمكن طبعا في تطوير شويه، لكن من قديم الازل ومصر عندها هذه الخصائص اللي ربنا طبعا حباها بيها، بس كان عندنا مشكله في الترويج، وكان عندنا مشكله اخرى في السلوك، سلوك المواطنين هنا حتى ان كان في المناطق الاثريه او حتى في مناطق اخرى. فده يعني سؤال يحمل شقين. اولا عايز اسال حضرتك عن الخريطه الترويجيه لمصر، السياحه المصريه، وايضا عايز اسال حضرتك كمان عن النموذج او الخطه، او ان كان هناك خطه لتعديل او مراقبه السلوك هنا، سلوك طبعا الاشخاص العامله في قطاع السياحه، لان ده بيفرق بشكل كبير جدا. مفهوم. هو يعني خلينا نتفق على شيء، هو في ترند عالمي عموما ان السياحه الثقافيه بتقل، والموضوع ده مش بالنسبه لمصر، ده هو ده اتجاه عالمي. قد يكون بسبب الضغوط الاقتصاديه اللي العالم مر بيها، يعني الملمات اللي يعني حصلت في العالم كله ادت الى وضع نوع من الضغط على المواطنين في الدول كلها، وبناء عليها اتجهوا اتجاهات اخرى. السياحه الثقافيه اللي هي سياحه الاثار والمتاحف. الاثار والمتاحف تحديدا. لكن في انماط جديده بدات تظهر، مش بس في السياحه الشاطئيه. احنا في ناس كتير دلوقتي بتبقى عايزه تعمل الاكسبيرينس نفسها، عشان كده احنا السلوجن بتاعنا غيرناه بقالنا فتره طويله، كان اكسبيرينس ايجيبت،
بحيث ان الزائر لما يجي هو مش بيجي يشوف مواقع او يستمتع بالبحر والشمس في حاله السياحه الشاطئيه، بنتكلم على حته كمان ان هو بيجي يزور البلد يتعرف على عاداتها وتقاليدها. طيب انا بستاذن حضرتك، احنا للاسف هنضطر